مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم. هذا لقاء يومي متجدد يجمعنا على خير دائما بحضراتكم، حلقه جديده معكم مع الناس. ذكرى عزيزه على قلوبنا تمر اليوم، ذكرى استعاده سيناء الحبيبه بعد سنوات من الاحتلال. في هذه الذكرى العطره نتوجه لسيناء واهلها وكل المصريين على ارض هذا الوطن العزيز بتهنئه من القلب، مقرونة بدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتقبل كل من سقط على أرضها من شهدائنا الأبرار، وأن تنبت في موضع كل نقطة دم أو عرق سالت من بطل مصري على هذه الأرض الطيبة، أن تنبت شجرة أو بناء شامخ تتحول به سيناء إلى واحة للأمن والسلام والرخاء. أما كيف يحدث ذلك وكيف تحقق حلمنا جميعا بتعمير سيناء فهو السؤال الذي نخصص للإجابة عنه حلقة اليوم من برنامج مع الناس. انتظرونا إن شاء الله بعد جولة الأخبار حلقة ممتدة وحلقة نقاشية ممتدة للحديث في هذا الموضوع. أرحب بضيفي الكريم الذي نشرف به في قراءة الأهم وآخر الأخبار في جولتنا الإخبارية المعتادة، دكتور محمد فتحي يونس، مدرس الإعلام الكاتب الصحفي. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بحضرتك. أهلا بك، ونبدأ هذه المتابعة من اليوم السابع، مظاهرة في حب مصر على شط القناة. الرئيس أطلق إشارة بدء مؤتمر الشباب بالإسماعيلية. احتفال ضخم في المجرى الملاحي بوصول السيسي و1200 مشارك وجلسات حوار ومحاكاة لعمل الحكومة. في تفاصيل هذا الخبر انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب الذي تستضيفه هذه المرة محافظة الإسماعيلية على مدار 3 أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضوره ومشاركته في ظل مشاركة 1200 شاب وشابة. ويشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة إلى جانب الشباب المشاركين والممثلين لمختلف الفئات من الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسي وذوي الاحتياجات الخاصة وجميع محافظات الجمهورية، خاصة محافظات القناة وشمال وجنوب سيناء. فعاليات المؤتمر مستمرة لحد هذه اللحظة، ولعل الرئيس السيسي أيضا مشارك في واحدة من فعاليات هذه النقاشات الممتدة. معنا جانب من مشاركة الرئيس السيسي في افتتاح هذا المؤتمر الدوري، نتابع جانب من هذه المشاركة وبعد ذلك نستمع إلى رأي دكتور محمد في هذا المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة قبل ما نفتتح المؤتمر اسمحوا لي أن أنا أطلب من حضراتكم جميعا أن احنا نقف جميعا دقيقة أحداد على كل شهدائنا. زي ما انتوا شفتوا كده، مسيرة مصر كلها تضحيات، ومسيرة مصر كلها شهداء. مصر قدمت كتير قوي، فمن فضلكم نقف عشان نحيي ده. فضلوا استريحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوق هذه الأرض الغالية، من على ضفاف قناة السويس الخالدة، وبجوار أرض سيناء المقدسة، وبثقتي المطلقة في عبقرية هذا الوطن وعظمة هذا الشعب وقدرات الشباب المصري المتحمس، أعلن أنا رئيس جمهورية مصر العربية افتتاح المؤتمر الوطني الدوري للشباب الإسماعيلية إبريل 2017، وبقوة شبابها وحماسهم ستحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. دي طبعا كانت الكلمة الموجزة للسيد رئيس الجمهورية في افتتاح المؤتمر الثالث للشباب في الإسماعيلية. بعد ذلك طبعا على مدار اليوم كان في جلسات نقاشية ممتدة لموضوعات كثيرة. الرئيس السيسي شارك في كثير من فعاليات هذه الجلسات الحوارية، ولعل مشاركته مستمرة حتى هذه اللحظة التي نتحدث معكم فيها. معي عبر الهاتف سيادة اللواء أشرف عمارة، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية. أهلا بك سيادة النائب. أهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المؤتمر طبعا انعقاده هذه المرة على أرض الإسماعيلية، هل يعني يمثل دلالات ما من وجهة نظر حضرتك أو أهمية يعني حضرتك ممكن ترصدها؟
في البداية طبعا برحب بحضرتك. أهلا بك فندم. أنا سعيد جدا بأن يكون المؤتمر على أرض محافظتي الإسماعيلية لما تمثله محافظة الإسماعيلية من عاصمة لمحور تنمية قناة السويس ما بين مشروعات جديدة تم إنشائها يعني إن شاء الله تنتهي قريبا أنت أسفل قناة السويس وإسماعيلية جديدة ومشروعات كثيرة إن شاء الله سيتم عملها في القريب العاجل. وأنا سعيد جدا بمتابعة السيد الرئيس وإنت عارف حضرتك إن الإسماعيلية محافظة شابة وأغلبية سكانها تقريبا غالبا معظمهم من الشباب وليهم متطلبات وليهم أفكار جديدة. فالحمد لله إن إحنا المطار على أرض الإسماعيلية ويبقى إضافة إن شاء الله لمدينة الإسماعيلية بإذن الله. طيب فيما يتعلق بأهم الأمور التي تتم مناقشتها في جلسات الحوار الموجودة في المؤتمر، هل في يعني قضايا لفتت نظر حضرتك أو توقفت أمامها لها خصوصية ما؟ هو النهاردة كان الجلسة الافتتاحية ابتدت الساعة 4 انتهت 6 مساء، وبعدين وحاليا السيد الرئيس في جلسة خاصة على هامش المؤتمر مع الشباب بالتأهيل الرئاسي البرنامج الرئاسي وان شاء الله تبدا غدا من باكر الساعه 10 صباحا ورش العمل مختلفه في كافه القضايا التي تهم الشباب في مصر والتحديات التي تقابلهم يعني فان شاء الله ورش العمل ان شاء الله باكر باذن الله. قيل يا سياده اللواء انه في يعني ضمن هذه المناقشات التي ستعقد شيء يشبه مناقشه البرلمان للحكومه او مجلس النواب للحكومه. في محاكاه للحكومه ومحاكاه للبرلمان البرلمان وفي افكار كثيره جدا وانا برضو كبصفتي ان انا نائب عن الاسماعيليه برضو الشباب الاسماعيليه محملني بحاجات كثيره جدا يعني اطرحها اللي هي خاصه بمدينه الاسماعيليه الجديده اللي تم انشائها في الضفه الشرقيه من القناه سرعه الانتهاء منها وتسليمها للشباب المقدمين اللي هيقدموا يعني عندنا برضو المطالبه بتعيين او توظيف ابناء منطقه القناه في المشروعات القادمه في الاسماعيليه نظرا لتواجدهم في المنطقه وتواجدهم في المنطقه وقربهم من مكان مقر العمل ان شاء الله اللي هيتواجد افكار كثيره جدا تستعمل في الاسماعيليه فدي حاجات كثيره ان شاء الله تبقى خلال اليومين القادمين باذن الله. عظيم اشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء اشرف عمار عضو مجلس النواب عن محافظه الاسماعيليه. عودة لك يا دكتور، يعني اذا كان من ثمة ملاحظات عند حضرتك اجماليه حوالين المؤتمر وما تتم مناقشته. هو الحقيقه انا ما عنديش تعليق يعني بقدر ما هو دلاله المكان هو ان استرجاع سينا المفروض ان هو يعقبه عمل واحنا بدانا عصر العمل بمحور قناه السويس او يعني محارب يعني احنا بنستبدل الحروب بالتنميه دي دلاله اختيار المدينه خاصه ان هي قريبه من مشروعات اعلن عنها الرئيس من قبل يعني زي محور قناه السويس. انا اتوقع ان في مناقشه لمحاور اجتماعيه واقتصاديه وهيرد على تساؤلات وده نشر يعني خلال الكام يوم اللي فاتوا عن تساؤلات بشان الظروف الاقتصاديه او زيادات او الاعباء الاقتصاديه اللي تحملها المواطن خلال الفتره اللي فاتت في اطار الخطوات الاصلاحيه اللي تمت زي قرار التعويم على سبيل المثال. تمام. طيب الخبر التالي من المصري اليوم، البابا فرانسيس في رساله للمصريين سازور القاهره كصديق ورسول سلام. وجه قداسه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان رساله للشعب المصري قال فيها إنه سيأتي إلى القاهرة هذا الأسبوع كصديق ورسول سلام. وذكرت شبكة ABC الأمريكية أن البابا فرانسيس أعرب في رسالة مصورة عن أمله في أن تكون زيارته مساهمة صالحة للحوار بين الأديان مع العالم الإسلامي والحوار المسكوني مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المباركة والمحبوبة. أيضا قبل أن نناقش هذا الخبر بشمل التفصيل خلونا نتابع جزء من كلمة قداسة البابا فرانسيس التي أشار إلى بعض النقاط التي تناولناها في سياق هذا الخبر. Caro popolo d'Egitto, alza la mano alaikum. La pace sia con voi. Con cuore gioioso e grato verrò tra pochi giorni a visitare la vostra cara patria, culla di civiltà. Dono del Nilo, terra del sole e dell'ospitalità, ove vissero patriarchi e profeti, ed ove Dio, clemente e misericordioso, l'onnipotente e unico, ha fatto sentire la sua voce.
Sono davvero felice di venire come amico, come messaggero di pace e come pellegrino nel paese che diede, più di 2000 anni fa, rifugio e ospitalità alla Sacra Famiglia fuggita dalle minacce del re Erode. Sono onorato di visitare la terra visitata dalla Sacra Famiglia. Vi saluto cordialmente e vi ringrazio per avermi invitato a visitare l'Egitto che voi chiamate Umildunna, madre dell'universo. Ringrazio vivamente il signor Presidente della Repubblica, Sua Santità il Patriarca Tawadro II, il grande Imam di Al-Azhar e il Patriarca Copto Cattolico che mi hanno invitato, e ringrazio ciascuno di voi che mi fate spazio nei vostri cuori. Grazie anche a tutte le persone che hanno lavorato, stanno lavorando per rendere possibile questo viaggio. ده كان جزء طبعا من هذه الكلمة المهمة يحسب لقداسة البابا فرانسيس حرصه على زيارة مصر رغم بعض النصائح التي أزيت له في الفترة الأخيرة أنه لا يزور القاهرة، لأنه الرجل صمم وأصر على أنه هذه الزيارة تتم، فدي لفتة كريمة منه. واعتقد دكتور محمد يعني ده شيء مهم، حرص قداسة البابا أنه يزور الزيارة نفسها الحقيقة رائعة، وهو الرجل يعني شخصية رائعة، ودلالة هذه الزيارة بتتلخص مجموعة من النقاط من وجهة نظري. أول حاجة أن هي جاية بعد يعني حوادث أليمة مر بيها مسيحي مصر مع تفجير كنيستي إسكندرية وطنطا، فده شيء من التعزية ويساهم في تهدئة هؤلاء، وفي نوع من السلوان يعني في نوع من الطبطبة يعني من البلد على هذا الجسد المسيحي الجريح. نمرة اتنين، هو في انقطاع بين انقطاع في الحوار ما بين الازهر وبين الفاتيكان بقاله 7 سنين، فكون استئناف الحوار مرة اخرى وهو يوم الخميس البابا هيحضر المؤتمر السلام العالمي بتاع الازهر وهيزور مشيخة الازهر يوم الجمعة، فده استئناف لحوار بيعزز التعايش. طب انا هنا بس انا هستأذنك افتح قوس لانه مهم ان احنا نذكر بالجمله دي في هذا التوقيت، لانه الازهر بيتعرض لمزايدات كثيره جدا في هذا السياق. تمام. استئناف الحوار ده بمبادره من الازهر، يعني الازهر كان ليه دور كبير جدا، وفضيله الامام بذل او خد زمام المبادره في مساله استئناف الحوار، فلا بالتاكيد وشخصيه البابا مختلفه عن شخصيه البابا بندكت الاولاني، لان هو بس هنا معلش انا مش لشيء فقط، لانه الازهر دلوقتي ربما تعرض لحاله من حالات المزايدات، ما ده لسه هنتكلم عنه في مقال لو فهنا يحسب للازهر حرصه على هذه المساله. اتفضل يا فندم. في جزء تاني اللي هو الحوار المسكوني، اللي هو الحوار المسيح ما بين الارثوذكس وما بين الكاثوليك، البابا توادروس وما بين البابا فرانسيس. في كمان يعني دي تاني زيارة للبابا، آخر زيارة للبابا اللي هو يوحنا بولس كان من 17 سنة. فالحقيقة دي حاجة مهمة جدا. الجزء الثالث بتاع التعايش اللي أنا اتكلمت عنه هينعكس حتى على حوار الحضارات، يعني مش بس حوار مذاهب أو أديان مختلفة، ده هيقلل برأيي من مؤشر مثلا الإسلاموفوبيا في أوروبا أو في الغرب. إن البابا بما يوصله من رعية طويلة وكبيرة جدا في العالم مع شيخ الأزهر ومصر أهم دولة أو منارة الإسلام السني على الأقل في العالم، فده شيء بيهدئ الأوضاع ويمنح جسور من التواصل ما بين أصحاب الديانات أو رسالة لأصحاب الديانات والمذاهب المختلفة. فالحقيقة الزيارة وتوقيتها مليء بالدلالات الإيجابية. طيب، هو في ختام كلمته ختمها بكلمة تحيا مصر، ودي برضو أعتقد ده رسالة مهمة جدا اللي أنا عايز أكد عليها مع حضرتك، فكرة انه ازاي المصريين، كل المصريين وليس المسيحيين فقط، يستغلوا هذه الزيارة لخدمة بلدهم. بالتأكيد، هو كمان هو كرجل دين يعني حتى من خلال ثقافته وتعليمه الديني عارف قيمة مصر دينيا. تمام. يعني سواء بقى باعتبارها مزارات للعائلة المقدسة زي ما هو قال في خطابه القصير، وهو كمان الراجل الحقيقة بيبدأ يعني لما يشوف أكبر قامة كاثوليكية في العالم بيبدأ الحوار بتاعه بيقول السلام عليكم. فده يعني أظن أنها بمثابة يد للمصافحة وبناء جسور من التعايش والسلام ما بين المذاهب والأديان المختلفة. طبعا زيارة مهمة ونجاحها أمنيا بيدي رسالة للعالم أن مصر أمنة حتى على المستوى السياسي والأمني. يعني هنا المصريون كلهم
طبعا مسلمين ومسيحيين مطالبين يعني ايه انه الزياره لازم تخرج بافضل شكل بالتاكيد. لو هو كمان يعني هم الكاثوليك مش اغلبيه في مصر، هو الارثوذكس طبعا هم الاغلبيه بالنسبه للمسيحيه مصر. بس ده شخصيه كبيره ومؤثره، وشخصيه يعني ليها وزنها في العالم. يعني عايز اقول الارثوذكس يعني مش هيحضروا؟ لا ما اقصدش كده خالص. يعني ده هو مش جاي للمسيحيين طبعا، هو جاي لكل المصريين. هو الزياره مش دينيه خالصه، وان كان فيها جزء حوار مسكوني زي ما انا قلت كده، ولكن هي بالاساس هو جاي للدوله المصريه، مش جاي لحد، مش جاي لطايفه يعني. عظيم. نتمنى ان شاء الله ان الزياره تخرج في افضل وابهى صوره ان شاء الله. الشروق متابع من هذا الخبر: مصادر خيانات وانشقاقات تجبر داعش الارهابي على استحداث جهاز لمراقبه قياداته. كشفت مصادر مقربه من الفصائل المقاتله في سوريا عن كواليس جديده بشان وضع تنظيم داعش الارهابي في الوقت الحالي، خاصة بعد تعرضه لخسائر كبيرة في معركة الموصل في العراق، وكذلك المعارك الدائرة على حدود الرقة. من ضمن هذه التطورات فكرة الانشقاقات الحديثة في صفوف هذا التنظيم الإرهابي يا دكتور محمد. تمام. هذا التنظيم الإرهابي دائما كان يقدم نفسه باعتباره نظام عصي على الانشقاقات، يعني هو قاعد بقاله كام سنة ما بنسمعش أخبار انشقاقات خالص. ده اللي يمكن جهاز بيصفي أي حد بينشق ليه بقى؟ بالتأكيد في جزء من التصفية السريعة. نمرة 2، هو كمان طور أدواته الاستخباراتية، كان بيعمل حاجة اسمها وربطها بتأصيلات فقهية بتعزز قوته. زي إيه؟ كل وحدة في داعش فيها عنصر استخباراتي. عنصر استخباراتي ده اللي بيشك فيه بيقتله. طب بيقتله ازاي؟ بموجب تأصيل فقهي اسمه القتل بالشك. مجرد ان هو بيشك فيه كمان ما بيقومش عليه زينا. فده اولا جزء الشك ده، يعني حضرتك لا تتجاهل ابدا فكرة المكون البعثي في داعش. ده شغل صدام حسين، يعني ده شغل حزب البعث وصدام حسين اللي هو العنصر الاستخباراتي اللي موجود. بديله تأصيل بقى فقهي، ان انا بديله فتوى كده ان اللي تشك فيه اقتله يعني، لان ده في سبيل الدولة ومش عارف ايه. فده تزاوج ايديولوجيتين من اسوأ ما يمكن في العالم، يعني الايديولوجية البعثية والايديولوجية الدينية المتطرفة الداعشية يعني. فبيخرجوا لنا داعش. فهو طول الوقت كان عصية على الانشقاقات. هو ليه بينشق بقى، او ايه ملامح الانشقاق الفترة دي؟ اولا هو استبدل، يعني هو شال نظام البيعه. كان دلوقتي اي جماعه تقول انا اي شخص يعني عايز يبايع داعش وينضم ليها بينضم، او اي هم لقوا الحكايه دي. لازم ياخد تزكيه، لازم ياخد تزكيه من عضو بالداخل. طب ليه؟ ايه دلاله التصرف ده؟ ان هم في خيانات، في اختراقات. التزكيه دي بمثابه صك الامان يعني. يعني زي ما واحد بيعمل دراسات عليا بره مثلا، فبيجيب له جواب كده لتر من ريكومنديشن كده من المشرف بتاعه. هو كده اللي عايز يعمل ده كواليفايد ان هو ينضم. بالظبط. فده من وجهه نظرهم بيقلل الخيانات شويه. ليه في خيانات؟ لان هم في ضرب، في ناس بتموت. احنا عندنا 35 من 35 ل 40 قياده داعشيه عتيده يعني، مات منهم 22 خلال الكام شهر اللي فاتوا. واسماء زي مثلا ابو عمر الشيشاني، زي ابو محمد اليوزبكي، زي ابو اسحاق الانصاري اللي هو المسؤول عن قيل بعض العناصر اسرت. بالزبط. بعض العناصر القياديه. بالظبط. معناها ناس ماتت، يعني التنظيم ترهل. حتى في مؤشر تاني كمان، ان هم نقلوا الجبهات. يعني لو تشوف دلوقتي في عمليات للذئاب المنفرده في اوروبا، او محاولات لي كان في فرنسا قريب، وكان في عمليات طعن مش عارف فين. حتى العمليات اللي حصلت في مصر، فهي مساله نقل النشاط، عايزين اثبات وجود ان هم موجودين، لان الدوله او شبه الدوله الام يعني بتتعرض لخسائر وعلى وشك السقوط في سوريا والعراق. فده دي المؤشرات ودي التفسير اللي هم بينشقوا دلوقتي. طيب برضو مع اشتداد القبضة الأمنية واشتداد فكرة تصفية من ينشق، تمام، الانشقاقات حصلت، هل سبب في كده فكرة الضربات الموجعة اللي بتلقاها التنظيم سواء في العراق أو سوريا، ولا تغير قناعات الناس أو تغير قناعات الأشخاص أو العناصر الموجودة في داعش؟ الحقيقة أنا مش بميل لمسألة تغيير القناعات يعني. لا، هو طبعا المتغير الجديد اللي حصل هو الضرب. الضرب والسقوط، هم بيخسروا أماكن، وطول الوقت في أنباء إن حتى أبو بكر البغدادي على في ناس قالت إنه اعتقل، وفي بعدين نفوا. يعني النيران اقتربت، الموت اقترب من رأس التنظيم، يفر بنفسه. فدي أجواء انشقاقات طبعا. زي أي جيش، زي أي دولة يعني، أو أي تنظيم في الدنيا، ما الخناق يعني بيطلع ناس تنشق أو ناس تجري يعني. عظيم. تتوقع المسألة دي تزيد
كلما زادت الضربات. انا اتوقع سقوط يعني اتوقع سقوط الموصل مش تحرير الموصل طبعا واتوقع سقوط التنظيم يعني في خلال كم شهر او خلال هذا العام ولكن هذا لا يعني سقوط الداعشيه. هي المشكله ان فكره الداعشيه لها حاضنه اجتماعيه يمكن قلت الكلام ده اكتر معنا محمد تمام. طيب الخبر التالي من رويترز تحليل لوبان ستخاطب اليسار واليمين المتطرف في جوله الانتخابات الثانيه بفرنسا. من المنتظر أن تتمحور حملة مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تجرى في فرنسا في 7 مايو حول التحذير من مخاطر العولمة والإرهاب وكذلك الجهود الرامية لتصوير منافسها إيمانويل ماكرون على أنه مرشح المؤسسة. طبعا مارين لوبان اولا حضرتك شايف انها مفاجاه انها لا هي مش مفاجاه هي بالعكس كان في توقعات ان هي تفوز ليه لان احنا قدام سوابق لليمين الديني بدا او اليمين القومي يعني بدا ينتعش. احنا شفنا ترامب على سبيل المثال في امريكا شفنا بعد كده تريزا ماي وانفصال بريطانيا عن تريزا ماي جت في ظروف مغايره يعني ما هي مش يمين قومي هي حزب محافظين رئيس الوزراء قدم استقالته يعني تمام بس قدم استقالته ليه؟ لان في تصاعد للموجات القوميه اللي هي على اثرها تم انفصال بريطانيا عن جسد الاتحاد الاوروبي فدي اجواء بينتعش فيها اليمين مع وجود الارهاب كمان وكراهيه المهاجرين وازمات اقتصاديه دي اجواء بينتعش فيها اليمين فصعود لوبان واحتلالها مركز تاني مش مفاجأة على الإطلاق. طب تفضل كانت حاجة كده عليها مش عايز أسأل حضرتك فيها طالما استوقفتك يعني. أقاويل كثيرة بدأت تتردد بقى أنه ليها أصول مصرية وما شابه. ما هي أتقال طبعا هي بتنتمي وده بيضرب حملتها بالمناسبة لأنها بتقدم نفسها أن هي بتكره المهاجرين وهي بيتبين عدم نقاء جنسها الفرنسي يعني هي من عائلة ملطية ووالدتها من عائلة صعيدية في مصر ده حقيقي يعني ده أصول طبعا ليها اصول صعيديه وبعدين هاجروا بكل الخلطويته دي راحوا فرنسا وهي قدمت نفسها ان هي بتكره المهاجرين دي نقطه ضعف عندها طبعا دي نقطه ضعف لان هي ده ضد توجهاتها بس عايز اقول لك ان ده موجود في العالم يعني في التاريخ مثلا يعني النهارده مثلا هتلر ما كانش الماني ما هتلر نمساوي لا لكن هي هو الرهان اللي هو تبنى اكبر يعني ايديولوجيه متطرفه نازيه مثلا بنقاء الجنس الاري وهو راجل مش الماني اصلا الرهان هنا على الحاله المزاجيه للفرنسيين هل هم في اللحظه دي هم ضد اي حد ليه اصول غير فرنسيه نقيه يعني ده توجه عام في الشارع الفرنسي هو الفرنسيين واضح ان هي مش هتنجح يعني هو من الواضح كده ان هي ان ماكرون هينجح طب ما احنا قبل كده قلنا بس هي قلنا ان ترامب مش هينجح بس ترامب يعني قدامنا جوله تصويت ما كنت لسه هقول هي بتستفيد جدا من حمله ترامب وهيلاري يعني هي مش خايفه عندها امل لان استطلاعات الراي لغايه اخر دقيقه كانت بتقول ان هيلاري هتنجح تمام فهي بتحاول تلعب على ده طيب. لان ممكن مثلا تحصل في عمليات ارهابيه تغير المزاج العام في فرنسا وده داعش بتراهن على كده برضو لان هم المتطرفين بيحبوا بعض يعني اليمين المتطرف بيحب برضو اليمين الديني المتشدد تمام بتركز على حته تانية كمان انها ولا اليمين الديني المتشدد بيحب اليمين المتطرف هو اليمين المتطرف بيحب بعضه يعني في بيحب بعضه هو يقولوا ايه وفي ايديولوجيه كده زائفه عند بعض عند داعش على سبيل المثال او القاعده ان الغرب ده كتله واحده وكل غرب ده بيتامر علينا فبالتالي احنا نجيب اللي بيكرهنا في وشنا وغير اللي هم بصوا لهم كلهم ان هم بالتالي هم بيستعدوا وبيستعدوا بيهمهم قوي نجاح الشخص المتطرف عشان هم يقابلوا يعني يوظف ده لخدمه مصلحته يعني. زي ما حصل في العراق يعني ليه القاعده انتعشت في العراق لان كان في جورج بوش عمل حرب فهم يهمهم قوي يبقى في جورج بوش ما يهمه انما ما يحبوش اوباما لان الامور هتهدى شويه فبالتالي هم مش هيلاقوا مبرر يبنوا عليه ده بالظبط طب انا في هنا نقطه بس لانه بعض المحللين السياسيين في اكثر من تحليل بيبنوا عليها فكره انه اذا قدر لماري لوبان هذه السيده الا تفوز فربما ده هيرجع لانها لا تجيد فن التحالفات في حين انه ماكرون هذا الشاب الصغير من الممكن ان يعمل تحالفات مع اكثر من تيار سياسي هقول لحضرتك ما هو هي عندها شرائح انتخابية واضحة يعني مثلا هي ضد المدن يعني التصويت الجغرافي باريس ما ادتش اللوبان هي ادت الجنوب الفرنسي والقرى وده موجود في كل تاريخ في العالم كله ان اليمين دايما حتى الحزب الجمهوري بيلاقي في تكساس وبيلاقي في جنوب امريكا مؤيديه اللي ليهم توجهات يعني حتى متشابهة في كل بلد في الدنيا فهي جغرافيا ما لهاش في المدن بس هي بتراهن على ايه بتراهن على أعداء العولمة
وتراهن على اعداء المؤسسه. ده برضو اعداء المؤسسه الرئاسيه. دايما مثلا ترامب ايد بنى حملته الانتخابيه في امريكا على العداء للنخبه، فكره نخبه واشنطن التي لا تكف عن الثرثره واللي هي ضد المواطن الغلبان. ده حصل في امريكا وحصل في انتخابات في الاستفتاء بتاع خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، بمعنى البلد يعني الاستثمار في الدهماء او الاستثمار في الفقراء جدا، لان هم شايفين، هي شايفه مثلا هي ليه بتعادل عولمه؟ لان هي بتقدم لبعض الفقراء في امريكا في فرنسا ان هؤلاء العرب وهؤلاء المهاجرين اخذوا فرصكم الاقتصاديه. فبالتالي بتراهن على هؤلاء المهمشين ان هم يمنحوها صوتها، وبتراهن ان ان هؤلاء يعني الثرثاء يعني الناس اللي هم ثرثاره وما بيبطلوش كلام في النخبه ما قدملكوش حاجه، وان هم ماكرون هيجي علشان يواصل الكلام ولا يقدم شيئا لهؤلاء المهمشين. بس هي بتواجهها نقطه في غايه الخطوره، انه دمها الفرنسي ليس دم فرنسي نقي خالص 100%، لها اصول مالطيه وصعيديه في مصر. يعني انا ما اظنش انها مساله مؤثره قوي، بس هي يعني ضربه، ما هي ضد اللي هي بتبني عليها كلام بالظبط. يعني هي ضربه زي المهاجرين خدوا فرصك وانت اساسا مهاجره او ابنه لمهاجرين، خدت فرصه مش بتاعتك بالزبط. يعني بس هو يعني في حاجات كتير قوي ماكرون بيتمتع بيها، ان هو صغير في السن، دايما الشاب الصغير زي ما كان كلينتون كده زمان بيقدم نفسه انه الشاب الامريكي، انه يمثل الحلم الامريكي. فده راجل عنده اولا هو مصرفي سابق وجامع لطيارات، ما بيقدمش نفسه ليسار. ما ده اللي انا بقول لحضرتك عليه، فكره جامع لطيارات ده فهياخد من اليمين ومن الشمال. لكن هي ما تعرفش مثلا تتحالف مع اليسار او يسار الوسط. ممكن بالظبط هي تتحالف مع اليسار المتطرف اللي هم 7% من، يعني عارف في حاجات تحالفاتها ضعيفه لان هو خطاب متطرف. ده اللي انا انما هو بيجمع شرايح مختلفه من اتجاهات مختلفه. تمام. الخبر التالي مقال اختاره دكتور محمد، وهو دائما بيمتعنا بالمقالات اللي بيختارها في جولتنا الإخبارية. هذه المرة اختار من الحياة مقال للأستاذ داود الشريان تحت عنوان ودخلت الصحف الأزهر. نقتبس لحضراتكم جزء بسيط من هذه المقالة، ودكتور محمد مشكورا هيوضح أهم ملامحها. منذ فترة تواجه مؤسسة الأزهر الشريف حربا إعلامية متواصلة تزداد وتيرتها مع كل حادث إرهابي في مصر. مضمون الحملة أن الأزهر يحرض على العنف ومناهجه تصنع إرهابيين. هيئة كبار العلماء في مصر ردت على هذه الاتهامات، وأشار بيانها إلى أن مناهج الأزهر اليوم هي نفسها مناهج الأمس التي خرجت رواد النهضة المصرية ونهضة العالم الإسلامي، بدءا من حسن العطار مرورا بمحمد عبده والمراغي والشعراوي والغزالي وعلي عبد الرازق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم، فضلا عن إن ابن خلدون مر أيضا بالأزهر وألقى دروسه على عدد كبير من الطلاب والمشايخ. لعل هذه المقالة جاء في وقتها دكتور محمد. الحقيقة وده جاي كمان من كاتب سعودي، يعني كاتب سعودي مرموق طبعا هو الأستاذ داود الشريان. هو ودخلت الصحف الأزهر ده يعني قياس على كتاب محمد الراحل محمد جلال كشك ودخلت الخيول الأزهر. هو بيتكلم عن الأزهر بيتعرض لهجمة غير مبررة، وبيقول ان الازهر نفسه اللي هو خرج حسن العطار وخرج علي عبد الرازق هو نفسه وخرج محمد الغزالي وخرج غيره، فبيتهم ب اللي هم خرجوا على نفس هذه المناهج ان هو انتج متطرفين. وبيقولوا ان الازهر مؤسسه مهمه بتخضع او بتوزن مؤسسات مصر، وهي يعني جزء مكمل او جزء مرجح للدوله المصريه، وطبعا ده من عندي انا بقى ان هي كمان جزء كبير جدا من قوه مصر الناعمه في الخارج يعني. وكمان دورها الوطني يعني، واستشهد بده بايام الاحتلال الفرنسي واحتفاظ الازاهره يعني بدورهم الوطني رغم تعيين نابليون لبعضهم في المجمع العلمي او الديوان العام اياميها اللي زي البرلمان كده، بس هم رغم ذلك احتفظوا باستقلالهم ودورهم الوطني. وبيقول كمان الهجوم على الازهر هيتيح الفرصه لمؤسسات مش مؤسسات يعني افراد ومناهج اخرى دينيه متطرفه. الحقيقه انا بستغرب لان هذا الرجل الذي اتى من قلب الوهابيه هو الذي يدافع عن الازهر الوسطي. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو احنا بنتكلم هو الازهر ممكن يبقى عندي ألف انتقاد للأزهر ومناهجه، بس الأزهر ماله مال الإرهاب؟ يعني ده سؤال يجب أن يطرح. كم
شيخا وكان عالما في الأزهر تورط في الإرهاب. عمر عبد الرحمن مثلا واحد، إنما في آلاف العلماء بينشروا التنوير في العالم. ممكن عندي مشاكل، ممكن عندي انتقادات في ملاحقة، علشان وصولا للهدف على طول، الجملة التي تلوكها كل الألسنة في هذا المعنى حتى أحيانا من بعض غير المسلمين، تمام، إنه مناهج الأزهر نفسها فيها ما فيها من أمور تحرض على العنف والإرهاب. ما هو في تنقيح، يعني البعض دايما يردد هذه الجمله حتى لو ما كانش اطلع حتى على المناهج. انا بسال، انا بقول لحضرتك، انا ده مش معناه ان انا راضي عن ما يدرس في الازهر او راضي عن بعض اجتهادات الناس في الازهر، ولكن هل الازهر مسؤول عن الارهاب ولا لا؟ لا، قولا واحدا ليس مسؤولا عن الارهاب. وبعدين الازهر حتى يقوم بدوره الواجب يجب ان يتمتع باستقلاله، لازم يجب ان تتاح له الحريه، يجب ان يتاح للناس ان تجتهد. اصل الاصلاح الديني والاجتهاد الديني وتجديد الخطاب الديني ان يكون مرادف للحريه، في جو من الحريه، وان يكون في جو من الاستقلال، ده اللي اقصده. فده احنا لازم نعيد للازهر مكانته، صحيح، ونعيد للازهر استقلاله وحريته. قليلون يلتفتوا لهذه المساله دكتور محمد، فاحييك عليها فكرا حقيقه يعني. طيب هنا برضو في واحده من النقاط المهمه وهي مثاره حاليا في هذا التوقيت، بعض مشاريع القوانين سمعنا عنها انه مجلس النواب في سبيله لمناقشتها او ما شابه. البعض بيرى انه هذه المشاريع بقوانين يعني ستتغول على الازهر بشكل او باخر. الحقيقه انا اتمنى، انا طبعا قريت التفاصيل اللي قدمه محمد ابو حامد، واتمنى ان يعني ان تكف ان يكف البرلمان عن المضي في هذا الطريق. انا برايي الشخصي المتواضع اللي ممكن يبقى غلط، ان هذا القانون للقضاء على الازهر او القضاء على استقلال الازهر بشكل واضح وصريح. ربنا يحفظ الأزهر ويحفظ مصر إن شاء الله. في الختام أشكر ضيفي الكريم دكتور محمد فتحي يونس، مدرس الإعلام والكاتب الصحفي. شكرا جزيلا لك دكتور محمد، ألقاك دائما على كل خير. نخرج إلى فاصل مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نتحدث معكم عن سيناء الحبيبة، هذه الاحتفالية بذكرى اكتمال تحرير سيناء. من جديد أسئلة كثيرة جدا تطرح في سياق ما قدم من تضحيات في استرداد هذه الأرض والحفاظ على الأرض، وما يبذل حتى هذه اللحظة أيضا يعني فداء لكل ذرة رمل من هذه الأرض الغالية. نهيكم عن أسئلة موسمية تتردد كثيرا ولا تزال تبحث عن أجوبة شافية حتى هذه اللحظة. ماذا عن تنمية سيناء؟ كيف يمكن تحقيق هذه التنمية الحقيقية التي تحفظ لنا هذه الأرض الغالية؟ أسئلة كثيرة جدا أطرحها مع ضيفي الكريمين. بعد الفاصل سيكون معنا دكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، وأيضا سيادة اللواء مجدي شحاتة وهو واحد من أبطال حرب أكتوبر. ابقوا معنا. خمسة وثلاثون عاما بالتمام والكمال مرت وسيناء الحبيبة في حضن الوطن مصر. 35 عاما بدأت عام 1982 بأحلام وآمال كبيرة شعارها تعمير سيناء، وبعد مرورها لا يزال الشعار يتردد بيننا. لا تزال الأسئلة مطروحة، لماذا تأخر تعمير سيناء؟ لماذا تركناها حتى عشش فيها المجرمون من كل حد وكل صوب؟ متى تحول حلمنا في تعمير سيناء، سواء بالنبات أو الحجر أو البشر، من رغبة إلى واقع على الأرض؟ قبل ذلك كله لا يزال سؤال التطهير يلح علينا جميعا، متى ينتهي التطهير لتبدأ مسيرة التعمير؟ هل الترتيب بين التطهير والتعمير ضرورة، أم أنه يجب السير فيهما بالتوازي، أم أن التعمير أصلا هو أهم وسائل التطهير؟ أسئلة كثيرة جدا لا نريد أن يعني نكثر منها قبل ترحيب ضيفي الكريمين للاستماع إلى أجوبة شافية إن شاء الله منهما. رحب بدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك. ورحب أيضا ضيفنا الكريم سيادة اللواء مجدي شحاتة وهو واحد من أبطال حرب أكتوبر الذين نشرف بهم دائما، وهو أيضا محلل سياسي وعسكري. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بك. كل عام حضراتكم بكل خير. ويعني في البداية كده إذا كان من كلمة تهنئة عند حضراتكم لأهالينا في سيناء والمصريين جميعا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، أبدأ معك سيادة اللواء وتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا في هذه المناسبة بنحيي أهل سيناء والشعب مصر بالكامل بهذه المناسبة الرائعة اللي لازم نحتفل بيها دائما ونعتبرها
ونوثقها ونحطها دايما في في في, في ولادنا ان دي مناسبه كانت مهمه قوي. ونرجع لو احنا رجعنا شويه ل ان سينا رجعت كامله لينا مصر اليوم في عيد، فهو عيد حقيقي لان ده بيتوج مرحله عصيبه من الكفاح المسلح، سواء بدا من 5 يونيو 67 يعني بعد نكسه على طول بدا الكفاح المثلث المسلح واستكمل في اكتوبر، خلال اكتوبر عمليات اكتوبر، وانتهى بكفاح اخر قوي جدا لا يقل عن ومعركه شرسه لا تقل عن معركه عسكريه، وهي المعركه الدبلوماسيه والعسكريه والسياسيه اللي قادها الرئيس السابق ومعاونيه من ككتيبه اخرى من المقاتلين. نعم. فالنهارده لازم الناس ما تحسش يوم اجازه او يوم عادي او لا ده يوم من ايام مصر الرائعه اللي سينا رجعت كامله لينا الحمد لله. وصحيح كان في جزء صغير كان بتاع طابه ده تم برضه الحمد لله بنجاح تنفيذه. فالنهارده يوم عيد نهني انفسنا كلنا، نهني ابنائنا في سيناء. تمام. وفي كامل مصر كلها. طب دكتور ايضا يعني من المهم جدا ان احنا نتوجه ايضا بكلمه لاهلنا في سيناء، لانه حجم التضحيات التي قدموها وبذلوها كانت عظيمه ولا تزال عظيمه ربما حتى هذه اللحظه. يعني مواقفه مشرفة جدا في كل أزمة بتتعرض لها سيناء حتى في ظل هذه الحرب الضروس، وهي حرب فعلا صحيح. لا تقل عن حرب تحرير سيناء في مواجهة الإرهاب أو ممكن نقول بقايا الإرهاب، لأنه في نجاحات حقيقية تحققت في الفترة الأخيرة. هو أولا التحية للشعب المصري الباسل، تحية للجيش المصري العظيم اللي قدر يعني يطهر سيناء من ويحرر سيناء من الإسرائيل ومن الاحتلال اللي كان عليها. تحية لأهل سيناء حاليا رغم الضغوط الموجودة لديهم، الضغوط الإرهابية، ضغوط عدم وجود تنمية حقيقية وهنتكلم على ده بالتفصيل، ضغوط كثيرة اقتصادية وسياسية، ما زال هناك من هو متمسك ومنتمي لهذه الأرض المصرية اللي هي تعتبر أغلى يعني أغلى بقاع الأرض المصرية علينا جميعا. فتحية لكل المصريين، تحية النهاردة للعيد القومي لسيناء وعيد تحرير سيناء. لكن احنا من سنة 1982 وتحديدا 25 إبريل لما استودينا آخر جزء من سيناء حتى هذه اللحظة 35 سنة غنينا يعني ايه ده يعني مصر اليوم في عيد، بس يبدو ان اجازة العيد مطولة شوية معانا. لا. احنا اجازة العيد عندنا استمرت مش 3 ايام ولا 5 ايام، لا استمرت من هذه الفترة بعدم وجود تنمية حقيقية على الأرض سيناء. انا ليا اسئلة كتيرة في الموضوع ده، حتى في سيناء رجعت كاملة لينا برضو محتاجة تأمل في معنى روحها الكامل لينا هيكون ازاي. صحيح. لكن برضو سيادة اللي هو يعني وجود حضرتك شرف لينا طبعا جميعا، ولأي حد ممكن يجلس مع حضرتك. الله يخليك. وزملاء حضرتك اللي شرفونا من أصغر جندي إلى أعلى رتبة شاركت في هذه الحرب الخالدة، حرب تحرير سيناء. أجيال كتيرة جدا سيادة اللي هو جاءت بعد حرب أكتوبر 73 لا تدرك حجم التضحيات التي بذلت في هذه الملحمة، ملحمة استرداد الأرض. يعني ازاي نوصل هذه الاجيال قيمه هذه التضحيات؟ هل هي بشكل يعني اشكال الحكي سامحني يعني ان احنا نظل نحكي ونردد على اسماعهم ما تم تقديمه تضحيات، ولا ايه الصوره اللي حضرتك شايفها انه لازم التضحيات دي تكون حاضره في ذهن كل جيل ياتي بعد 73؟ هو جيت الحقيقه سؤال يعني انا محير. لان فعلا النهارده دائما المقاتل واللي بيضحي ما بيقولش انا ضحيت عاده. يعني احنا عندنا انكار الذات موجود، صفه دائمه موجوده في مصر. فيعني حضرتك انا لا يمكن اولادي ما يعرفوش انا عملت ايه او نفذت ايه. اصدقائي الناس كانوا معايا في الوحده لمده 4-5 سنين في 3 سبعات وكمواحدات خاصه كتيره جدا كنت بشتغل فيها، وفوق ان انا مثلا في لقاء تلفزيوني بتكلم عن عمليات في جنوب سيناء وتضحيات بدو وشغلنا مع بعض. ويعني بقول لحضرتك لان احنا طبيعتنا ما بنتكلمش عن انكار الذات، يعني ما بنتكلمش الا لما بتفشل، لان ده واجب عليك ان انت تجاوب وتقول، لان دي دروس مستفاده لازم تقولها، او لو جت موقف لازم تقوله في موقف معين، او ربما لانه في اللحظه اللي حضرتك قررت فيها انك تضحي بنفسك ما كانش في ذهنك انت طالع عشان تحكي بعد كده، انت طالع لهدف اسمى واجب. واشمل. انا بادي واجب. يعني الاساس دائما في العمل العسكري احنا واجب، وكان الظروف ساعتها اللي الناس ما تعرفهاش، لا احنا مش كنا بنأديك، احنا كنا بنطلب
وبنسعى لتأدية الواجب. والمشكلة كانت في إحجامنا ويعني دائم يعني بيحاولوا يسيطروا علينا عشان ما نهدى شوية. ودي كانت روح سائدة لأن كان في ضغوط جامدة علينا جدا، ضغوط نفسية، مسؤولية، لأن الدولة تحت يعني جزء كبير من الدولة يعني في تحت الاحتلال ومسؤولية علينا لازم. فكان ده بالإضافة بقى الضغوط، التدريب شديد، التدريب يعني قاسي جدا، ظروف عامة للشعب، احنا حاسين بالناس، ناس في ضنك وفي عيشة صعبة وفي ضغط نفسي جامد وصامت، يعني الشعب صامت، الجيش صامت، وكان كل يعمل في صمت لتحقيق هدف واحد، وده اللي دايما مصر بننجح فيه المصريين لما يكون العمل تحت كلنا ضغط. لا ومش غير ضغط كمان، اما يكون في هدف معين وكلنا بنسعى ليه، هدف قومي، او اول ما نبدا نتفرق ونقول انا اللي عملت ده وانا اللي نفذت ده وانا اللي كنت اول ما اقول انا دائما بيبدا الفشل بعدها. هنلاقيها في مناسبات جديده 25 يناير و لما كان كل الناس بتشتغل في اتجاه واحد نجحت حتى لو كان مخطط لكن في الاخر كان للصالح الدوله. ما بنتعلمش من الدرس ده برضه يا استاذ، يعني برضه بتيجي ازمه او مشكله تجمعنا وبعد كده برضه بنرجع اول ما كل واحد يقول الانا، يقول انا دي بتفسد للاسف الشديد. طيب حضرتك لفت نظري نقطه مهمه برضه حابب اسمع راي حضرتك فيها دكتور، هذا الحجم من التضحيات الذي قدمه سيادة اللواء ورجال آخرون، هل هو مسؤوليتهم أنه توثق هذه الحجم، يعني هذه التضحيات أنه دور أنه هو يفضل يحكي أنا عملت كذا وكذا وغيره، قول ده أنا ضحيت بكذا وكذا، ولا الدولة لازم تلتفت لهذه المسألة أنه الحاجات دي لازم توثق وتبقى حاضرة في ذهن الأجيال جيل بعد جيل؟ طبعا هو دور الدولة أن توثق، وبالفعل في توثيق بأفلام وثائقية، في أفلام سينمائية تم عملها، طبعا مش بالشكل الكافي لأن إنتاج الأفلام عن الحرب دي تكلفة عالية جدا، مش بتكلفة الهينة، لكن أفلام الوثائقية الموجودة. أنا آسف أنا أقطعك، بس أنا مثال دايما بكرره في المسألة دي، ويمكن مشاهدينا سمعوني أكتر مرة بقول تمام. بس هو مثال صارخ، أحد البرامج التلفزيونية بتسأل الشباب في الشارع حرب أكتوبر 73 كانت سنة كام؟ فتسمع إجابات بقى ما أنزل الله بها من سلطان، بقول له حرب أكتوبر سنة 73 ده مش راجع على فتسمع اللي يقول لك 89 واخد ده مش حضرتك. طبعا يعني هو طبعًا. مش حاضر في ذهنه أساسا. لا ما هو ده بس ده ما يرجعش إلى عدم التوثيق أو التوثيق، ده يرجع لمفهوم الثقافة والتعليم في مصر، ودي قضية تانية. الثقافة والتعليم في مصر غائب، يعني الغائب الحاضر موجود. إحنا عندنا شباب يمكن الجامعي يجهل الكتابة باللغة العربية، ده قولا واحدة. فإحنا ده موضوع ثقافة، موضوع تعليم، موضوع إن حتى اهتمام الأسر بتربية أطفالهم في التعليم مهتم إنه يا فلان يا ابني وإنت بتدرس أو وإنت بتمتحن اللي ما حتى السؤال ما تعرفوش جاوب عليه، حتى تلاقي ناس بتبغي وتتكلم في كلام ملوش أي لازمة. يعني المنطق أو المفهوم أو الفلسفة اللي عندنا حتى في التعليم، أنا بقول لابني يا محمد والنبي وأنت بتذاكر بتمتحن السؤال ما تعرفوش يا ابني برضه جاوب، كلام خاطئ وكلام ده ثقافة وده تربية وده مفهوم تاني. طب هل هكون لكن أناني؟ التوثيق هل نفسه هل أكون أناني لو قلت لحضرتك ماشي ده مقبول في أي قضايا، يعني غياب الثقافة أو التوجه العام لحالة الوعي العام غياب ده مقبول في أي حاجة، إلا حاجة زي حرب أكتوبر الثقافة لازم الدولة تبقيها حية في ذهن الثقافة الناس. الثقافة لا تتجزأ، التعليم لا يتجزأ، التربية لا تتجزأ، أنت عندك محاور أساسية ده مفهوم دولة. أنت شوف حضرتك مستوى التعليم في مصر في الستينات والخمسينات كان شكله إيه، ونتج عنه مين، نتج عنه زويل، ونتج عنه فلان، ونتج عنه أساتذة وعلماء. شوف مستوى التعليم في الثمانينات والتسعينات ونتج عنه النهارده موجود مين. فهتلاقي مستوى التعليم في مصر يعني إيه بيتخاذى وبيندثر إلى أبعد ما تتخيل. مستوى مصر النهارده لما تحتل على مستوى في الترتيب التنافسيه العالميه مركز رقم 141 من 144 دوله، انت بتتكلم بعد دول كثيره افريقيه كنا احنا بنتباهى بيهم، بنتكلم بعد دول كثيره من دول الخليج كنا احنا المعلمين ليهم، كنا احنا اساتذه ليهم لغايه وقت قريب. لكن النهارده احنا بنتكلم في مستوى تعليم يعني للأسف الشديد سيء، مفروض عارف انت لو جو انسف حمامك القديم. التعليم مش محتاج تطوير، التعليم محتاج المنظومة تتنسف ويتم تأسيسها من جديد. فده الأساس. لكن نرجع على الموضوع بقى الشغل بتاعنا اللي هو تنمية سيناء
طيب ده اصل ده في اسئله كتير هتيجي يعني اتباعا. انا بس فيما بين الاسئله المرتبطه بال يعني الامور الاستراتيجيه ومساله التنميه يعني هتبقى مشاركه ما بين حضرتك وبين دكتور عبد المنعم. قبل ما نروح لمساله التنميه، ما يبدا الان سياده اللواء، هل هي حرب ايضا لا نبالغ اذا وصفناها بانها حرب لا تقل عن حرب اكتوبر ما يبدا الان من دم وعرق في مواجهات جماعات الارهاب في سيناء؟ يعني احنا متفقين ان دي حرب غير تقليديه بتمول بكم كبير من الاموال والاسلحه والذخائر والمعلومات والدعم المخابراتي من دول كثيره حولنا لتحقيق هدف محدد بشراسه. ولولا امكانيات القوات المسلحه ويقظتها وعملها المجيده في خلال الفتره دي كانت ممكن تبقى في لا قدر الله. احنا كده ممكن نقول الحرب دي مستمره على مدار 3 سنين كده؟ والله تحديد وقت في هذا في العمليات دي ده لا انا مش عايز احط لها سقف، انا قصدي ان احنا كده بقى لنا 3 سنين في هذا، بقى لنا 3 سنين سابقين. مستقبلا احنا بنحقق نجاحات، وخصوصا في الفترات الاخرانيه كان في نجاحات مهمه. كفايه سيطرتنا على جبل الحلال، ده انجاز مهم جدا، يعني جزء مهم جدا السيطره والحصول على معلومات وناس موجوده متواجده في هذا الجبل من تمثل اجهزه مخابرات اخرى، دي نقطه قوه لنا ونقطه ضعف لهذه الاماكن، فده نوع من انواع الضغط. فهي النهارده سيناء بتمثل مجال او ميدان لتنفيذ مخطط اجنبي خارجي كبير مش صغير، يعني مش مثال. وفي نفس الوقت القوات المسلحه مش عايزه تعمل بشكل قاسي او شكل يعني ممكن احنا ممكن نخلص مشكله في 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 توقيتات بسيطه جدا ونحدد يعني شهر هنخلص الموضوع هنخلصه، ولكن بتتعامل مع الموضوع بشكل احترافي، وكمان عشان خاطر ما يموتش اي حد او ما يتمش اباده اي واحد يكون ملوش اي ذنب في هذه الضحايا المدنيين. فالضحايا المدنيين بتحافظ بقدر الامكان على هذا العمل. حضرتك لا نبالغ، لانه حضرتك كررتها اكتر من مره، لا نبالغ لما بنقول انه في اجهزه استخبارات دوليه تقف خلف هذه المواجهات، دي حقيقة. ده كلام مش مرسل طبعا. لا 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 طبعا ده اسرار، مش مطالب حضرتك يعني تعلن وثائق او ما شابه. لا احنا بنتكلم بصفه عامه، لكن ده كلام موثق مش مجرد كلام بيقال كده بس لدغدغه مشاعر الناس او ما شابه يعني. ولو لم يكن موثق فاحنا في منطق وفي عقل وفي تحليل. بالعقل والمنطق لا يمكن هذه الجماعات وبهذه الأسلحة اللي بتظبط معاها وبيمسكها والأجهزة المتطورة التكنولوجية العالية جدا لا يمكن تستمر إلا من خلال أجهزة مخابراتية محترفة تسعى لتحقيق أهدافها ضدنا. الموضوع طبعا ده كبير قوي ومجال كبير قوي، لكن تأكد أن هذه الناس مرتزقة في الأساس. ناس مرتزقة عندها احترافية عالية. طيب. بيختاروا اختيار جيد للايديولوجيات والنفوس الضعيفة. طيب. يعني اختيار، دي قصة طويلة جدا. طيب. ممكن تاخد حلقة تانية دي. طيب. لكي تكتمل هذه الفكرة دكتور عبد المنعم عنده تعقيب، لو محتاج حضرتك عندك تعقيب عن هذه المسألة قبل الخروج إلى فاصل. فإذا كان هو الحرب في سيناء حاليا، أولا احنا عايزين بس نقول إن الحرب في شمال سيناء مش في سيناء ككل، لان في جنوب سيناء في شرم الشيخ ودهب واس محمد، الحته دي المنطقه دي هاديه وهي مش في تماما. شمال سيناء كلها كمان يعني ده بالظبط العويش يعني بالظبط العويش ورفح وشيخ زويد منطقه ملتهبه، هي دي فقط البقعه الملتهبه في سيناء. حرب العصابات دائما غير الحرب العسكريه التقليديه، طبعا ست لواء ادرى مني بذلك طبعا. الكلام احنا الحرب اللي بيواجهها الجيش المصري هي حرب عصابات مع ناس مسلحة بأسلحة متطورة مع أجهزة مخابراتية عالمية. كلنا نعلم أن لقطر وأن لتركيا وأن الكثير من الدول لها مخابراتها، لها يد فيما يحدث في سيناء حاليا. يمكن الكلام ده بدأ من 2012 وأواخر 2011 حتى هذه اللحظة. أنا أعتقد بسيطرة مصر على جبل الحلال، بسيطرة مصر على الأنفاق أو أغلبيتها، أعتقد أن مصر بتحقق أو الجيش المصري بيحقق نجاحات، والموضوع مش هيزيد في خلال سنتين على أقصى تقدير أن يكون هناك انتهاء لهذه العمليات و
بقاء الوضع على كما كان عليه من قبل. طب لكن خلينا نقول وممكن ده بعد الفاصل ان ما تم في سيناء هذا هذه الفتره هو حصاد لاهمال وحصاد لواقع القدر. انا عارف حضرتك يعني عاوز توصل نقطه دي خطوه خطوه بس لكن انا هي كل الامور صحيح. مرتبه وكله جاي ان شاء الله يعني في حينه. استاذنكم في الخروج الى فاصل وبعد الفاصل نواصل مشاهدينا الكرام ابقوا دائما معنا. أهلا بكم من جديد والحديث مستمر مع حضراتكم حول سيناء وتنمية سيناء. أعود إليك هذه المرة سيادة اللواء وأيضا يعني من حيث المبدأ حضرتك شايف مسألة التنمية في سيناء كيف صارت بعد تحريرها واكتمال تحريرها بلاش من 73 من 82 لحد هذه اللحظة. هو أنا هتكلم بصراحة وببساطة من بعد 82 على طول او بعد اغتيال السادات مبشر او قبل ما السادات يقتيل كان في تخطيط استراتيجي لتنميه سيناء وكان في اتجاه لتنميه سيناء بجديه وديها كده طريق السلام محطات الكهرباء الضخمه جدا ومحطات التنزيل الفولت وكلام من ده بتغطي سيناء وبزياده بعدد يعني اتصرف عليها مصاريف عاليه جدا يعني كان في تخطيط المآخذ بتاع الميه كان في تخطيط كامل للتنميه في حاجات كتيره جدا في شتى المجالات. حصل وقفة غير مفهومة وغير ما يعني في بعد فترة بعد رحيل السادات بعد استشهاد السادات وبدأت الخطة تنفذ أيام حسن مبارك يعني التنفيذ الصحارة وتر السلام والكلام ده كله ده كان موجود بعد في أيام في البداية حكم الرئيس حسن. بس الأمور دي يعني كانت ماشية كده على استحياء سيادة اللواء يعني ما تحسش إنه لا في الوقت الأولاني كانت ماشية بقوة وكانت بتتبع طبق الخطة هايلة وتم زراعة أراضي كتيرة وكل حاجة إلى أن يعني دي عرفتها يمكن من محافظ شمال سيناء وجنوب سيناء كان اللي هو محمد فضيل شوشة اللي ده سؤال إحنا طرحناه ليه لماذا؟ فقال لا لان كان الوزير يوسف والي بعد ما كانت هذه الولايه وكان وزاره الري كانت ماشيه كويس قوي في هذا الاتجاه وبدات تاخد مآخذ وبدات وكان في تمويل كويس وكان بتبيع الاراضي وتاخد تمويل وتفتح وهكذا. الوزير يوسف والي في هذا التوقيت قال للرئيس لا دي زراعه تبقى مسؤوليتي انا وبدا ياخد الميزانيه وبدات في هذا التوقيت تفتح موضوع توشكا وموضوع بحيرة السد العالي وكلام يعني فكل يعني مصادر المال يوسف والي هو المشكلة مش هو المشكلة مش عايزين نقول هو المشكلة هو كان دي بداية ان هو خد المصادر الفلوس بتاعة سيناء هل هي واتصرفت في توشكا واتصرفت في مناطق اخرى او اللي كان مخصص كان مردود 5 مليار مثلا مخصصين لتنمية او استكمال المشروع بتاع تل السلام ومشين كان ماشيين فيه كويس لا بقت عبارة عن اقل من التلت في هذا الاتجاه ما بقوش يبيعوا يعني دي مشاكل اداريه بدات يعني لكن كرجل عسكري ده كان حاضر في ذهنكم التساؤلات ديت كانت قدام عينيكم ولا كان دوركم بس فقط تحرير سيناء ونقطه بقيه احنا كعسكريين احنا عسكريين بننفذ مهام محدده نفذ المهمه دي في التوقيت دوت بشكل محدد احنا بننفذها لكن احنا كمواطنين مصريين بنراقب وكناس دارسين استراتيجيه ودارسين دارسين وشغلنا اتكينا كمرحين عسكريين كمرحل عسكري كدارس بره كدارس هنا وفي مصر في حاجات كتير لا انا شايل هم برضو انا شايف ان سينا لكن بصراحه كده معلش انا صاحب اقول من الاخر يا ودي يمكن تزعل الدكتور عبد المنعم شويه لا 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 لكن لا لا هقول رب ضاره نافعه بمعنى ايه؟ النهاردة أنا عندي قطعة من قطعة ألماز أو قطعة ذهب مصر ربنا سبحانه وتعالى اداها لمصر حتة من يعني أحسن منتصف العالم أنا بتكلم في منتصف العالم على ممر مائي في جميع الإمكانيات متوفرة لها حتة قماشة أو حتة حاجة في منتهى القيمة عالية جدا المهم احنا عارفين قيمتها ولا لا هو ده السؤال لسه حد سألتك بقى أنا أخاف إن التنمية كانت في وقتها تقطع هذه القماشه مش بشكل
خاطئ تخلينا مش نعرفش نتصرف فيها صح. فلازم طيب برضو دي نقطة ممكن نحطها قدام دكتور عبد المنعم، فربما ده ضار نافعة ان احنا تأخرنا عشان نخطط تخطيط على أرقى مستوى بالاستعانة بأكبر خبراء من العالم يكونوا مصريين ومسلمين، يعني ناس متخصصة، خصوصا اللي خط دبي كان اللي هو اسمه الفايت، ده راجل مصري عايش في انجلترا اللي خطط في، والمناطق دي خد بالك بتمثل واحد عالمية من سينا وموقعها ومكان دبي، سنغافورة مع احترام طبعا دبي وقيمتها يعني الناس يعني مصرمين، تايلاند، في اماكن في العالم يعني بتمثل اهميه مثلا تلت سينا، ولكن دخلها بيمثل دخل مصر عشرات المرات لانها عرفت تستغل هذا المكان بشكل مثالي. ونتمنى هذا هذا بقى هذا الشكل ننفذه بشكل علمي محترم بدراسه متانيه وما نخطاش اخطاء تخليها نندم طول عمرنا بعد كده. دكتور عبد المنعم من 82 واحنا بنغني سينا رجعت كامله لينا، لكن البعض شايف انه سينا مش هترجع كامله لينا الا بتنميه حقيقيه، يعني ملناش ان احنا نقول سينا رجعت كامله لينا ونتغنى بالشكل ده الا لما نكون فعلا عارفين قيمه سينا زي ما قال سياده اللواء طبعا، وتنميه حقيقيه تجرى عليها. الاول حضرتك شايف ليه التنميه ما تمتش طالما من 82 زي ما قال سياده اللواء كان في توجه لدى الدولة، توجه استراتيجي لدى الدولة لتعمير هذه الأرض. هل المشكلة كانت مشكلة يعني وزراء زي ما أشار سيادة اللواء أو مشكلة فكر وإدارة، ولا البعض برضو بشكل واضح وصريح كده مسألة اتفاقية معاهدة السلام كانت بتحد بشكل أو بآخر من تواجد مصر على كامل سيناء؟ بص يا فندم، خلينا نتكلم بصراحة، من 25 إبريل 82 لغاية 2013 لم يكن هناك إرادة حقيقية سياسية لدى مصر لبناء وتعمير سيناء. دللنا على كده أن ما تم إنفاقه في هذه الفترة كلها، عم نتكلم في حوالي 30 سنة تقريبا، 8.5 مليار جنيه بس سيناء اللي صرف عليها في 30 سنة بالموازنات اللي تم تخصيصها لسيناء 8.5 مليار جنيه على مدار 30 سنة؟ على مدار 30 سنة تمام. سيناء خلال هذه الفترة اتحط ليها ثلاث خطط قومية أشهرهم من عهد مين؟ من عهد السادات ولا؟ لا أنا بتكلم من أول عهد مبارك، إتمام التحرير 82 من 73 بعد الحرب كان في تطهير قناة السويس 74-75، بعدها معاهدة السلام 77، يعني دي إجراءات عملها رئيس محمد أنور السادات، وكان هناك خطة وبلان ليها. طب قبل ما أتكلم على الخطط القومية الثلاثة من 82 اللي أشار إليه سيادة اللواء إنه كان في توجه استراتيجي أمام السادات، ما أنا فعلا كان موجود كان إحنا خلينا بص، أنا مش عايز أتكلم على أحلام كانت في عهد واحد توفى، ما أنا أظن خلينا أنا أظن ده ما كانش موجود بشكل مثلا خطط مدروسة ولا هي طموح بس. طب إديني فرصة أتكلم وأنا هقول لحضرتك، أنا مش جاي أتكلم على خيال، أنا عايز أتكلم على ما تم. أنا ماليش علاقة إن رئيس محمد أنور السادات كان في دماغه خطة، طبعا كان في خطة وكان في بلان، وأيام حسب الله القفاوي كان في خطط للتطوير وخطط للتنمية. كانتش ملموسة يا دكتور؟ ما تمش تنفيذها يا فندم، أنا سيناء كلها رجعت، إتمام سيناء لينا في 25 إبريل باستلام العويش ورفح في 82، يعني كان الريس مات بقاله 6 شهور. تمام. فخلينا نتكلم ما تم بقى، أنا النهارده واحد جه استلم مصر أو استلم سيناء 25 ابريل 82 قعد لغايه 2011 اتصرف على 8 مليار جنيه تمام. اشهر ثلاث خطط ليهم كان خطه سنه 94 وخطه سنه 97 تمام. خطه 94 اتقال والله يتصرف على سيناء خطه قوميه لتطوير وتنميه سيناء وعمل 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 بايام بمبلغ وقدره 175 مليار جنيه. اتعملت الخطه ولم ينفذ منها الا بالظبط ما حوالي 3% 2%، وقال هتعمل توعية السلام والكلام ده والصرابيم اللي تحت الارض والصحارى اللي تحت قناة السويس وهنبني وهنزرع والارض والزيتون، وغنينا شوية ايامها من 74 الرئيس قدام المية تمام. بعديها الخطة التانية سنة 97 تمام، لبرضه تنمية وتطوير سيناء وغصد 75 مليار او 50 مليار بقى المرة دي لتطوير وتنمية سيناء، برضه ما تمش فيهم. ده كان اشهر المشروعات القوميه اللي تمت على سيناء.
لكن مش عايزين نقول ان ما تمش حاجه على سيناء خالص، لا تم بعض بناء من البيوت، تم استصلاح حوالي 50,000 فدان، تم عمل محطات كهربائيه، تم يعني حاجات على استحياء كما حضرتك تفضلت واشرت، لكن بنيه او فكر او رؤيه او خطه او استراتيجيه واضحه المعالم عايزه اعمل تنميه في سيناء، استفاد من الرمال البيضاء اللي موجوده في وسط سيناء، استفاد من المعادن الموجوده في سيناء، استفاد من الذهب الموجود في سيناء، استفاد من البترول الموجود في سيناء، استفاد من المناجم والمحاجر الموجوده داخل سيناء، لا ابني مصانع داخل سيناء، أزود يعني أزيد من الانتماء لأهل سيناء اللي هم ويشتركوا في مخططات التنمية الحقيقية داخل سيناء. لم تكن هناك رؤية، بدأت الرؤية تتضح اعتبارا من 2015. طب قبل ما توصل ل 2015 طبعا خلينا نتكلم بقى في الجزء ده اللي هو الجزء القديم، اللي هو انا عايز الجزء القديم. هل انا نسأل حضرتك ليه لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية؟ خلينا نتكلم بصراحه برضو مره تانية، ليه مش موجوده الاراده؟ اصل عدم الاعلان عن ده يعني بيفتح الباب لتاويلات كثيره جدا. هل هناك كانت ضغوط ما تمارس على مصر انه ما تحصلش تنميه حقيقيه في سيناء؟ وارد. طب خلينا نسمع سياده اللواء. انا بص ممكن يكون هناك ضغوط، انا معلش هستسمح حضرتك، ممكن يكون هناك ضغوط في وضع عسكري معين داخل سيناء، تقسيم المنطقة ألف وبه وجيم ودال، وده ما كنا نسمع اللي هي اتفاقية معاهدة السلام، لكن ضغوط ان واحد يقول لي لا ما تعملش في سيناء تنمية وتبني بيوت، ما هي مفاجأة غريبة يا دكتور. انت داخل سيناء حضرتك قلت الرمل الابيض وقلت كذا وكذا وكذا، وسيادة اللي هو وصفها بانها حتة الماز. صحيح. فأي قيادة سياسية ده منجم ذهب، ده يعمل نهضة حقيقية للدولة، ده يشيل الدولة لسنين. إذا كنت أنا بدور على رخاء واستقرار شعبي واهلي وناسي والاجيال اللي جايه، طب ما انا هعمل تنميه حقيقيه. ممكن يكون هنا الباب بيفتح تأويلات. الفكر انا ذاك كان بيتوجه لحق عمل في جنوب مصر اللي هو توشكا، في عمل مشروعات في توشكا ظهرت بعدين في اخر التسعينات. لا توشكا ظهرت بعدين في التسعينات. طب قول يا سيادة اللواء توشكا في التسعينات اذا كان عند حضرتك. هو انا مع حضرتك في تقصير، يعني في تاخير واضح لا يتناسب مع يعني التنجاز. لا الإرادة ما توجدتش ليه؟ هل كان في ضغوط ما تمارس؟ انا بقول لحضرتك وارد يكون في ضغوط خارجية بتعطيل التنمية. عبد المنعم برضه رفع دي متحفظ على المسألة. بتعطيل وارد. الله أعلم. وارد يكون ان شايفين ان هو ان هي في يعني هتكلف كتير. خد بالك التنمية في سيناء بتتكلف اربع اضعاف. ايوه بس مردودها العوائد افضل. انا مع حضرتك يعني بس الحاجه اللي بعملها في سيناء ما بيفهمش في الاقتصاد. عارف ان هو هيحط قرش هياخد 1000 جنيه يعني او ملايين. وده شفناه هناك. ما كانش ان قلت الحقيقه احنا ما شفناهوش في سيناء بس، احنا شفناه على مستوى مصر كلها. الموضوع كان فيه عشوائيات كتير، يعني كنا بنتحرك بشكل عشوائي في حاجات كتيره قوي. ايوه بس في التوقيت اللي هو اتصرف، يعني اتصرف النظر عن سينا واتجه ناحيه توشكا، كان فيه تحذيرات كتيره جدا ان انت بترمي فلوسك في البحر. توشكا ما كانتش النيل بقى، عشان توشكا على النيل ترمي فلوسك في النيل. هو كان في جت الحقيقه ناس يعني قال لك ان ده موضوع يعتبر يعني قومي بالنسبه للرئيس، يعني ده قالوا له اولا انت سهل هيجيب انجاز اسرع. يا سياده اللواء هو قومي هنا وهناك؟ لا مش قومي على بالاسم. لا بص على اسم بالاسم يعني حلو. يبقى ممكن يبقى للسلام. هقول لك سبب. هاجيلك حل. يعني لكن ده يعني ده هيبقى باسم ده بتاعك بقى 100%. يعني ده يعني مردوده لسيادتك على طول. فهو ده يمكن، ورغم ان هو كان للاسف الشديد اخذ يعني كلف مصر كتير جدا، اخرنا في حاجات كتيره جدا، وكانت مردوده للاسف ما كانش بالشكل المرجح. طيب اتفضل يا دكتور. هو مصر اقوى حاليا ولا من 20 سنه؟ لا حضرتك تجاوب، انا هنا بسال. حتى سياسيا كان في استقرار سياسي، يعني اول ما بدانا في من بعد 2011 والتغيرات اللي تمت لغايه ما جه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان الوضع السياسي فيه اضطرابات. فكان ممكن تملى علينا الشروط والخارجيه والضغوط اكتر من مما فات. كان سنه في التسعينات واول الالفينات لا كان في استقرار سياسي، لكن يبدو ان المفهوم الامني انذاك كان مختلف، كان لم يتسع مفهوم الامني. ان الامن انا عايز احافظ على سيناء زي ما هي كده، عساكر ناس قاعدين ما فيش، مش عامل مشروعات وحد لا 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 خلي. المفهوم الامني ما كانش واسع،
انه بيتعدد من اكتر من منظور اكتر من اتجاه، ان انا ممكن ان الامن، انا والله ما عايز اقطع حضرتك تمام، بس الامن حتى في الامن ما هو برضه التنميه تعتبر لا ما هو ما هو بقول لحضرتك لا الامن كان قلنا حتى في المقدمه قلنا في المقدمه خلينا نقول انه الارهابيين جاءوا من كل حد وصوب لا 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 عشان ما نخلطش الاوراق ببعضها. الامن كان متحقق في سيناء يا دكتور، الجيش واجه مين دلوقتي؟ طب يا فندم حاضر اتفضل اتفضل. الامن كان متحقق في سيناء لغايه 2010. الامن ما حدث في سيناء حاليا بسبب لما جه جماعه الاخوان المسلمين تولوا حكم مصر واتفتح الحدود مع فلسطين ودخل اكتر من اشخاص وتسرب تسرب اكتر من شخص واكتر من جماعات ارهابيه دخلت سيناء. هو لكن هو كان في 2008 و2007 في عمليات ارهابيه في سيناء، 2009 كان في عمليات، التسعينات كان في عمليات ارهابيه في شمال سيناء زي ما بنسمع في الشيخ زويت وانفجار كمين ومش عارف كان بنسمع كام ده. لا لا الامن كان متحقق بقدر كبير جدا جدا، ونحط تحتها 500 شرط خط كده لغايه 2009 2010. ما بعد 2011 انا مش عايزين نغوص في المساله ديت لانه برضه ما لناش احنا نتكلم فيها، بس طبعًا. البعض بيوصفها انه كان الامن متحقق بمعنى لا ناذيكم ولا تاذونا، يعني خليكم في حالنا واحنا ما كانش الاعداد الارهابيين موجوده بالاعداد دي، فده سمح وما كانش توغل الجماعات الاسلاميه. كل الكوادر دي اللي ظهرت فجاه بس بعد 2011 يا دكتور، يعني التواجد بالشكل البشع ده للقوات المسلحه وقوات انفاذ القانون بتواجد. لا ما فيش حاجه اسمها تواجد بشع للقوات المسلحه، تواجد بشع من قبل التنظيمات الارهابيه، من قبل التنظيمات الارهابيه في تواجد بشع ده تمام. اللي بتواجهه القوات المسلحه وقوات من بعد 2011 فقط، من بعد 2011 انا تيوي الشخصي من بعد 2011 وسيادة اللي هو يعلق على سيادة اللي هو برضه هو في الامن اكتر مني، انا راجل اقتصاد. طيب تعقيبك يعني على المساله، هو كان في تواجد طبعا ارهابي وجماعات وفي تنظيمات موجوده تحت الارض موجوده متخططه وكل حاجه، ودي كان في عمليات كتير حصلت في طابه وحصلت في شرم الشيخ، عمليات فرديه يا فندم مش عمليات، كانت قاسيه بس مؤشر خارج. لتواجدهم يعني بس بسيط، مش بتواجدهم بالكثافه وبالشراسه الموجوده حاليا. طب كمل. هو طبعا ممكن يكون موجود بكثافه وكل حاجه، ولكن في كمون، حاله كمون، ولكن مجهز ومظبط وكل حاجه ومنسخ، والدليل على كده ان زاد بالاضافه الى بقى الدعم الخارجي، يعني بعد ما يبقى ما ظهر في مخطط الاخير اللي هو لا الموضوع بقى يعني زي ايه اللعب على المكشوف. النهارده انا كنت بحقق مخطط معين وكنت ماشي فيه كويس، لما بدا في مقاومه او في انهاء لهذا المخطط بدات بقى تظهر الاثار القديمه قوي الموجوده من زمان، لا يمكن تكون من بعد 2011. لا الكلام ده انت راجل زمان خبير عسكري، لا لا الكلام ده كان موجود وكامن وكل حاجه واستغلوه صح ونفذوه صح وبيجهزوه سواء في سيناء او سواء في الغرب، خد بالك. طب انا عايز تعقيب حضرتك على اللي اشار اليه دكتور عبد المنعم، انه كان ربما في التوقيت اللي القياده السياسيه قررت فيها انها تتوجه بالتنمية اللي تشكى وتترك سينا كما هي، انه كانت قناعتها انه سينا تبقى كده، يعني قناعتها في ملف الامن انه تبقى الامور مستقرة كما هي. كان في استقرار امن حقيقي في الفترة دي؟ يعني ظاهر زي ما بيقولوا، لكن ان جيت يعني شكلي، لكن التنمية كانت هتحقق افضل منسوب افضل طبعا، تحقق يعني اكبر قدر ممكن من، بالعكس ده كانت هي ممكن تنهي على الارهاب بالتنميه فقط لا غير، يعني بدون ظاهريا بدليل عمليات الارهاب اللي كانت بتحصل. ده بالظبط بالظبط كده. فهي كان اساسها يعني عدم وجود التنميه وتاخرها وما فيش عداله اجتماعيه، وكان في مشاكل كثيره جدا في موجوده في سيناء، هي اللي ادت الى التربه الخصبه لنمو هذه الجماعات وهذه الافكار وهذه الكلام. يعني ما تقنعنيش يا فندم انه مثلا تواجدهم في جبل الحلال بالكثافه وبالشكل البشع ده كان وليد بس فتره سنتين؟ مستحيل طبعا، اعداد مسبق وتجهيز نفسي وعقلي واختيار للعناصر يكون جيد، لان طبعا دي مش عناصر تبقى طبيعيه، لان بعدين بتلاقي جنسيات مختلفه. الزياده موجودة في الكثافه اعتبار من 2011، لكن كان موجود يعني بذره لجماعات، لكن التواجد بالكثافه ده مش سنتين، 2011 بقى لنا 6 سنين يا فندم. طيب لا انا قصدي ان المواجهه بدات بعد في 2013 2014 فانا قصدي ان هو 2013. انا قصدي ان هو سنتين من بعد 2011 لحد 2013 سنتين مش كده، وبعد كده بدات المواجهه يعني. صحيح.
انا كنت ادبي بس برضو لا لا لسه لسه برضو في الادب ده كويس ده تاريخ يعني انت حضرتك في الامور الحسابيه برضو كويس يعني لا المواجهه جت لك لا كان في عمليات كتيره حصلت من اعتبارا من 2000 وهي بس فتره السكون كانت فتره الاخوان كان في فتره سكون يعني لو حضرتك عملت احصائيه 2012 للعمليات هتلاقي فعلا فتره الاخوان كانت دي مفيش تقريبا عمليات يعني تقريبا كانت منتهيه يعني بعدها بدات تتصاعد الاحداث بشكل قوي جدا عظيم. طيب استاذنكم في الخروج لفاصل تاني وانا عارف ان الكلام برضو بعد شويه عن اللي حضرتك كنت عايز تسير فيه لكن هرجع تاني لخطط التنميه وما لدى حضرتك من بيانات او احصاءات مفيده ان شاء الله. نخرج الى فاصل اخر مشاهدينا ونعود اليكم بعد قليل ابقوا دائما معنا. اهلا بكم من جديد. اعود اليكم مباشره يا دكتور عبد المنعم لان انا طبعا قطعت حضرتك كتير في توثيق حضرتك لفكره خطط التنميه. حضرتك اشرت مشكورا انه من 82 حتى 2015 كان في 3 خطط للتنميه طبعا هم في عهد مبارك كلهم لكن حجم ما صرف من هذه الاموال تقريبا 8 مليار جنيه 8.5 مليار جنيه مصري في ما تم تخصيصه في الموازنة العامة المصرية وما تم إسناده في مشروعات تنموية داخل سيناء فكان بتتم التنمية على استحياء لم يكن هناك استفادة حقيقية من الثروات الطبيعية داخل سيناء ولم يكن هناك تخطيط واضح المعالم لربط شمال وجنوب ووسط سيناء. يمكن كان في بعض المقولات يعني تتردد حول أن إقامة محافظة في النص ما بين الجنوب وما بين الشمال اللي هي محافظة وسط سيناء تكون عاصمتها راس سدر تمام ولكن بدأت بقى الخطط التنموية دي أجلت كثير جدا من مصادر يعني نقول مصادر للدخل للمصريين إن أيضا لم يكن هناك ربط حقيقي ما بين سيناء وما بين محافظات الدلتا ومحافظات اللي هي شرق قناة غرب قناة السويس اللي هي بورسعيد وإسماعيلية والسويس اللي ما فيش ربط حقيقي إلا نفق الشهيد أحمد حمدي وكوبري فقط لو كوبري فردان هما ده كان وسيله الربط بيننا وبين سيناء. يعني تخيل محافظتين سدس مساحه مصر بنتكلم في 178 الف كيلومتر من جزء كبير جدا من مصر سدس مساحتها ربطنا بيهم نفق طبعا كلام غير مقبول. النهارده بدانا نعمل تنميه بقى حقيقيه فعلا على ارض الواقع رغم الضغوط رغم يعني نقول قلة ذات اليد كما يقال مفيش في عجز كبير جدا في الموازنة العامة في ضغوط كبيرة جدا على الاقتصاد المصري هنا توجه لسيناء قرار صحيح طبعا قولا واحدا لا قولا واحدا مفهوش أي شكل من أشكال المجاملة خالص خالص التوجه لسيناء هي تنمية حقيقية هتعود باقتصاد قوي واقتصاد جيد على أهل سيناء ثم على جميع المصريين طيب. سيناء ممكن تكون هي مصدر الدخل الوحيد لمصر وكفى طب التوجه لسيناء كان لازم يبدأ بقناة السويس يعني فكرة تنمية تنمية محور قناة الممر المائي طبعًا. نفسه طبعا فكرة تنمية محور قناة السويس ولكن ممكن نتجاوز عندها يا دكتور يعني لا. نبدأ نتجه مباشرة خلينا لسيناء خلينا نقول ان انا البداية بتاعت الستارت بتاعت تكون منين انا ما ينفعش انمي سيناء من جوه من يعني سيناء عامله طريقتها زي السبعه كده ما ينفعش انمي من جوه للخارج بالظبط ما ينفعش من الغرب للشرق بالظبط لازم انمي من الشرق للغرب ما ينفعش من الغرب للشرق من الغرب للشرق يعني ابدا بمحور قناه السويس لان ده المحور اللي بعول عليه الممر المائي اللي بيربط العالم القديم ببعضه الممر بيعدي عليه حوالي 20% او 22% من تجاره العالم قد تزيد وقد تقل فأنا الممر ده هيعول عليه من أنا بيتم نقل حوالي 35 مليون حاوية في هذا الممر سنويا 35 مليون حاوية لو عملت لهم كتنمية كزي جبل علي احنا كنا بنتكلم في الأول على دبي دبي جبل علي اللي هو إيه اللي هو محطات التموين للسفن بنتكلم على وحدات الترانزيت للترانزيت للحاويات الوحدات الأخرى لصيانة وإصلاح السفن المصانع والشركات اللي تقام على محور تنمية قناة السويس الجزء ده يؤدي إلى وجود دخل كبير جدا قد يفوق بالخطة والاستراتيجية المحطوط عليه بالتقسيم الثلاث محافظات يمكن الوقت مش هيسعفنا لكن عايز أقول لحضرتك الخطة المحطوطة
للبلان محطوطه بايه؟ لكن انا اللي يعنيني هنا واسف مره انا بقطع حضرتك. لا تحت امر حضرتك. سؤال قديم جديد بيتردد بين الحين والاخر، انه هذا الكم من المشاريع العملاقه البعض ربما بيرى انه ما كانش توقيتها ولا كان يعني، خلينا نفصصها. فالمهم ان انا اسال حضرتك ان انت اكدت انه مش هينفع نخش سيناء قبل ما نمر على قناه السويس. طيب هو انا النهارده عشان اخش سيناء عندي ايه؟ زي ما قلنا نفق الشهيد احمد حمدي. لكن لما اعمل 6 انفاق اربط الغرب بالشرق، اربط قناه السويس واسماعيليه وبورسعيد بشمال ووسط سيناء وجنوب سيناء ب6 انفاق، منهم واحد سكك حديديه ومنهم 5 للعربيات والسيارات، يبقى عملت نوع من انواع التنميه. الطريق ده تنميه، يبقى انا اكثرت من المداخل لسيناء، يبقى انا عملت هنا نوع من انواع التنميه، سهلت حركه الربط بين الشمال والشرق والغرب. يعني ممكن انقل جزء واعمل توطين لسكان اسماعيليه وبورسعيد او بعضهم في محافظات سيناء شمالا وجنوبا، يبقى ده كان لازم، ده البدايه. ينفع اعمل مدينه فاضيه كده وحواليها ما فيش طريق يوصلها باي محافظه؟ لا طبعا. فده كان البدايه. طيب محور قناه السويس والمشروعات اللي هتقام عليه والمنطقه الصناعيه الصينيه والمنطقه الصناعيه الروسيه والمنطقه الصناعيه العربيه والمناطق والمشروعات، ويمكن شفنا شركات صينيه بدات بمشروعات حقيقيه في هذا الموضوع من خلال ما يطلق عليه جهاز تنميه محور قناه السويس اللي هو رئيسه الدكتور احمد درويش. الهيئه الاقتصاديه قناه السويس لمحور قناه السويس، هذه الهيئه وظيفتها النهارده خدت مفهوم الشباك الواحد، يتم تأسيس الشركة في يوم ويتم تخصيص الأرض بعيدا عن بقى البيروقراطية والروتين، وعمل مشروعات في هذه المنطقة. المشروعات اللي هتقام في هذه المنطقة الهدف منها ان ازود الدخل، الهدف منها ازود التشغيل، اقلل البطالة، ازود الناتج القومي. طيب المشروعات اللي هتقام دي كان ينفع تقام بدون محاور أساسية لسيناء، بدون وجود قناة أو تفريعة جديدة مطولها 35 كيلو عشان أعمل تعميق لقناة السويس عشان السفن الكبرى تعدي، اللي بيطلق عليها أمهات السفن، تعدي من هذه المنطقة؟ لا يمكن، لا يمكن. قناة السويس قد نرى أنها لم يزيد الدخل يعني كما هو في المفهوم، لكن كان بدون هذا التعميق كان الإيرادات بتاعتها هتنخفض. ليه؟ لأن السفن الكبيرة، لأن العالم توجهاته، العالم بقاله 3 سنين اتغير الفكر بتاعه. اولا الطريق التجاره ما بقاش شرق غرب، شرق غرب ده قل، اللي هو يربط قناه السويس، اللي بتربطه قناه السويس، لكن بقى ايه؟ يا اما جنوب جنوب يا جنوب شمال، ده معظم التجاره. طب اللي بيعدي شرق غرب بقى يعدي اللي هي امهات السفن الكبيره. طب سيناء كان او قناه السويس كان بيعدي منها كام؟ ده كان بيعدي منها 10% فقط، وبقيه السفن ما بتعديش. ليه؟ لان الاعماق بتاعتها مختلفه. فانا لما اعمق واحافظ حتى على مستوى الدخل بتاع قناه السويس اللي هو 5.4 مليار دولار، لا انا كده حققت انجاز. طيب. لانه كان في البديل هيبقى 3 مليار، وكان البديل هيبقى 2 مليار، وكان البديل هيبقى 1 مليار، وكان البديل هتنتهي خالص فكره ان وجود ممر مائي قناه السويس وليه اهميته ايه. طب الخمس انفاق، خمسه ولا سته؟ ست انفاق. دول كلهم للنقل الميه ولا؟ لا مش نقل الميه، ده وظيفتهم نقل بشر، نقل سيارات ومنهم سكك حديديه. خلي بالك احنا بنتكلم، الناس كلها برضه بتتكلم في نقطه، يقول لك في 64 مليار صرفوا على التفريعه الجديده. لا هذا كلام كذب ليس حقيقه، هم 29.5 مليار والباقي للانفاق اللي هي تعتبر مسارات اساسيه لتنميه حقيقيه وعمل طرق وبنيه تحتيه داخل سيناء. مهم جدا الست انفاق دول لنقل حركه الناس. طبعا لكن ربط الوطن بسيناء. اربط سيناء دي، زي ما حضرتك بتتكلم تقول ان سيناء دي مرتبطه بينا بالشهيد نفق الشهيد احمد حمدي والكوبري فقط. لو الكوبري اتضرب والنفق ده، نفق الشهيد احمد حمدي لو حضرتك عديت عليه تكره نفسك. بأمان يعني انا واحد من الناس كنت بروح راس صدر اكره نفسي اني رايح هناك. النفق ده ممكن لو وقف تقعد 6 ساعات والعباره وتبهدل حاجه كلام دلوقتي وهم. هيكون في هيكون بقى باذن الله ست انفاق. هيبقى طرق سريعه زي نفق الازهر كده عشان يشبهوا للناس هتمشي فيه. ما بلاش نفق الازهر، شوف لنا ايه. لا نفق الازهر كويس، بس هو يمكن ضيق شويه، لكن هو وصلك من مصر الجديده ومدينه نصر الى وسط البلد في اقل من 5 دقائق. هيبقى نفس الفكره، المطار اللي بيقام حاليا في راس صدر وبيتم انهاء الانتهاء الاعمال منه. في نفق من الانفاق ده يكون خط سكك حديديه؟ خط سكك حديديه. نفق واحد للسكك. نفق واحد كان محتمل يبقى نفقين، بس يمكن الخطه اتغيرت نظرا لزياده التكلفه عاليه جدا، فهيبقى لان طبعا الخطوط
بتيجي من الخارج ما بتجيش من مصر. الدولار طبعا يعني الجنيه المصري اللي انخفض والدولار زي ما هو بس احنا اللي انخفضنا شويه فالتكلفه زادت فيمكن بدات حتى واحد يعني. وده برضه شيء ده جيد. ده طبعا الست انفاق مواطنين او سكان وبضائع طبعا طبيعه الحال طبعا صياد فده سهل الطريق. طيب ما تم تنفيذه في 2015 تم رصد 10 مليار جنيه لتنمية سيناء وتم إنشاء الجهاز الوطني لتنمية سيناء وبدأت فعلا تم إنشاء على أرض الواقع 10 مليار جنيه 10 مليار جنيه ده كان في 2015 وأعتقد أن في الصندوق السعودي ده على مدار كم سنة؟ ده تم انفاقهم في 2015 واوائل 2016 انفقوا في سنه انفقوا اللي هو اللي 8 مليار على مدار اكتر من 30 سنه اللي تم بناؤه ايه بقى؟ تعالى نتكلم على ما تم انشاؤه خلال سنتين في سيناء. عندك مطار اسمه راس سدر هيتم افتتاحه خلال هذا العام ده خلاص عندك طبعا انتهاء منه. عندك تم عمل 6 انفاق تم بناء اكتر من 10,000 وحده سكنيه الهيئه الهندسيه القوات المسلحه 10,000 وحده ما بين راس سدر وما بين ابو زنيمه وما بين الشيخ زويد وما بين غفح تم بناء 10,000 وحده سكنيه. كده في تركيز واضح على راس سدر. هل ممكن طبعاً الفكره القديمه لحضرتك اللي هي تكون عاصمه او عاصمه محافظه وسط سيناء؟ والله انا احد الناس اللي يعني اتمنى ان يكون هناك محافظه في الوسط لان مساحه سيناء كبيره جدا. منطقه العمق ومنطقه الوسط يمكن تكاد تكون مهمله. كل محافظه بتهتم باجزائها وبتسيب الحدود والاطراف الخاصه بها. وسط سيناء في ميزه كبيره ان 90% من رمل وسط سيناء هو رمل ابيض نقي درجه نقائه 99% يتم استخدامه في انتاج السيليكون وانتاج الشرائح الالكترونيه. في وادي السيليكون في الولايات المتحده الامريكيه اللي هم ده حاجه يعني في امريكا كده حاجه يعني مزار ده درجه نقاوته هناك 19% احنا عندنا 99% احنا بنبيع الرمل شكاره الرمل بحوالي 12 دولار كان ب6 بوصلت ل 12. الرمل ده بيروح للاردن بيروح لبعض الدول لتركيا لدول بيتم تصديره ليها بيتم انتاجه وغربلته وعمل منه شرايح. احنا بنصنع سيليكون احنا نبيعه والزجاج لا خلينا في السيليكون السيليكون والزجاج والشرايح الالكترونيه لو اتعمل مصانع حتى طبعا ممكن لا التكنولوجيا بتاعته متاحه يعني متاحه وحتى لو انا جبت اجانب وجبت شركات اجنبيه صينيه وشركات ماليزيه او يابانيه وعملت واهتميت التوجه للشرق ان انا اجيب مشاريع استثماريه داخل هذه المنطقه للاستفاده من هذه الرمال واستفاده من المحاجر افكار بسيطه يا دكتور طبعًا. مش هنخترع العجله يعني بالزبط. انا اسف يا سياده اللواء بس اخرنا شويه بس انا هاجي حضرتك قوي تمام طيب واضح انه في تركيز على راس سدر هل ليها اهميه لا اقتصاديه؟ التركيز مش راس سدر فقط تركيز على راس سدر طبعا لان لا الوسط اهميه طبعا انا عايز اسال حضرتك على المطار المطار ده هيكون مطار يعني مطار مدني مدني لا مطار مدني مش عسكري مطار مدني لا ما اقصدش يعني في مطار للبضائع لا يعني في مطار لا يسمى لا مطار لا بضائع لا ده مطار مدني اللي هيبقى لتدعيم السياحه في وسط سيناء خلي بالك راس سدر هتتحول في يوم من الايام هتبقى اكبر وافضل من العين السخنه يعني انت دلوقتي عندك يعني تقول للناس الحق طبعا راس سدر راس سدر هتبقى منطقه سياحيه اولا قريبه جدا من القاهره الانفاق هتخليها في حدود ساعه هتكون موجوده هناك في مطار هناك ينقلك في اقل من 40 دقيقه تكون او نص ساعه تقريبا هتكون داخل راس سدر المياه هناك نقيه هتنافس شرم يعني هتنافس شرم وهتنافس العين السخنه تحديدا تمام قصادها تماما تمام وهيبقى فيها حالات ما بين راس سدر والعين السخنه عن طريق المياه لكن التنميه الحقيقيه حاليا بتتم ايضا في الشمال في العويش النهارده بنتكلم على جامعه العويش وهيتم افتتاحها برضه خلال العام الدراسي القادم بنتكلم على المشروعات التنمويه نسيب بس الانفاق برضه فكره نقل الميه هتتم ازاي؟ نقل الميه هل في انفاق خاصه بيها ولا بس هنكتفي بترعه السلام؟ اولا في ابار اتحفرت في سيناء كثيره جدا لا ميه النيل ماء النيل مش مخطط انها توصل هناك؟ طبعا في اللي هي تبعت السلام اللي كان مخطط لها بيتم استكمال مشروعاتها ودي هتبني او هيتزرع حواليها 620 الف فدان 220 الف هيكونوا في منطقه الشرق ومنطقه متاسف الغرب عند اسماعيليه والسويس و 400 الف فدان هيكونوا في منطقه الشرق اللي هتكون ناحيه سيناء هيتم زراعتها بالزيتون وبعض الثمار او النباتات او النباتات الموجودة داخل يعني المحاصيل اللي هي بتقام هناك ودي هيبقى منطقة تنموية لأن الدولة حاليا بتجهز يمكن تم تجهيز بالفعل أكتر من 11 منطقة
تنموية زراعية، مجتمعات عمرانية زراعية داخل سيناء. ال 11 دول موجودين ما بين منطقة أم مزنيبة ورأس سدر ومنطقة العريش، هيقام حوالي 60 منطقة داخل هذين في سيناء، مع بناء المشروعات السكنية والاستثمار العقاري اللي زاد بشكل كبير جدا في الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط والإسكان اللي بتقدمه القوات المسلحة من ضمن خطة المليون وحدة سكنية، تم بالفعل 10,000 وحدة سكنية تم بنائهم، مخطط خلال السنة القادمة يكون في حوالي 5,000، يعني نتكلم بإذن الله وبناء حيانا السنة القادمة نتكلم في 5,000 أو 6,000 وحدة سكنية تم إضافتهم في هذه المنطقة. المنطقة الأخرى والأفضل المنطقة الصناعية اللي بيتم عملها في الشيخ زويد، بدل ما هنسمع عن التدمير اللي في الشيخ زويد والكمين اللي بيتضرب كل 3 ساعات، لا هنتكلم على مشروعات بتروكيماوية بتقام حاليا داخل منطقة الشيخ زويد وداخل منطقة رفح المصرية. فاحنا بنتكلم على مشروعات تنموية حقيقية وخطة وبلان واضحة. يمكن انا النهاردة قاعد معاك بتكلم على مشروعات واضحة، هقول لك في بلان، في خطه، في خريطه بيقول هنا هيبقى في مشروع كذا، يمكن ما يقامش نتيجه لضيق اليد مش قادر اقيمه. طب ما ده اللي انا عايز اسال حضرتك عليه. هنا مين المستثمرين اللي بيستثمروا في كل هذه المشروعات؟ هل احنا يعني مشاريع بتتبناها الدوله وفي القلب منها القوات المسلحه طبعا لضمان يعني جديه التنفيذ ومشابه، ولا في اموال القطاع الخاص، مستثمرين اجانب؟ ايه طبيعه الاموال التي تنفق في هذه الاستثمارات؟ بص احنا دايما نقول رأس المال جبان، صح؟ هو المقولة غلط، هي رأس المال حكيم. ما ينفعش النهاردة اجي اقول لحضرتك تعالى نستثمر في سيناء او شمال سيناء تحديدا واحنا بنسمع عن ارهاب. فالقوات المسلحة تصدت للموضوع ده انها تقوم بعملية مشروعات داخل سيناء لانها يبقى كما يقال كده يد تبني ويد تحمل السلاح، ان يبقى يكون هناك مشروعات تنمويه حقيقيه داخل سيناء بتقوم بها القوات المسلحه مع القطاع الخاص المصري. يعني النهارده بنتكلم يعني الاستثمارات كلها مصريه، ما فيش الا منطقه محور تنميه قناه السويس، لا فيها مشروعات صينيه، فيها مشروعات هتقام عليها مجموعه من مشروعات الانتاج الروسي، ايضا مشروعات دي المناطق الصناعيه، المناطق الصناعيه، لكن مشروعات تنمويه او بناء عقارات او استثمار عقاري داخل سيناء لا، في خاصة في منطقة الشمال لا، كلها تبقى مصري حتى هذه اللحظة. لكن ليه؟ لأنه لكن حتى يطمئن الجميع، مفيش تحفظ على أن يكون في أموال أجنبية يعني. لا، هو ملكية الأرض في قانون صدر القوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة في 2012 قبل الانتخابات الرئاسية، يمكن يعني كان عنده يقظة أنه أصدر قانون رقم 14 سنة 2012 بعدم تملك الأراضي في سيناء إلا المصريين من أبوين مصريين، وممنوع حد يتملك إلا بعد الموافقة الأمنية. وده يمكن كان رغم صعوبته على وشدته على الاستثمار، لكن هو كان حماية للأرض وحماية لعدم تداول الأراضي ببطاقات من المصريين، لان في كثير من الجنسيات الاخرى تجنست بالجنسيه المصريه وصدر لها رقم قومي يمكن عددهم اكثر من 50,000 واحد في خلال عام واحد اللي هو 2012. فاحنا بنتكلم على، فقال لك لا، لازم الاب والام كمان والجدود بتوعك يكونوا مصريين عشان نبدا نتكلم معاك وتتملك. فالنهارده لما اقيم مشروعات حتى لو في استثمارات اجنبيه هتبقى على كيان قانوني، على شركه، وما ينفعش يزيد فيها الا بعد موافقه لكن الارض يملكها المصريين فقط. عظيم. طيب استاذن حضراتكم، انا معلش استاذ اللي هو مره تانية بعد الفاصل هرجع لك حالا، بس كان لازم كويس عشان الموضوع كله يتلم مع بعض. مع دكتور عبد المنعم فاصل اخير مشاهدينا ونعود اليكم بعد قليل. اهلا بكم، وكالعاده اعود الى حضرتك بعد الفاصل سياده اللواء. هنا بعد هذا الكلام الرائع اللي اشار اليه دكتور عبد المنعم وفي ثنايا حديثه ايضا ذكرنا مساله الامن، انه فكره انه راس المال حكيم، يعني هو قال بلاش جبان خليه حكيم، عايز يشعر بشيء من الاطمئنان والطمانينه قبل ما يستثمر. هنا السؤال اللي احنا طرحناه في المقدمه، هل التطهير لابد ان يسير مع عملية التعمير؟ والتطهير هنا أقصد القضاء على كل هذه التنظيمات الإرهابية وإحداث أمن حقيقي، ولا التطهير يسبق التعمير؟ يعني مرحلة مرحلة، هل ممكن نسير فيهما بالتوازي؟ بالتوازي ولا خطوة خطوة؟ هو يعني جت حقيقة الانتظار التطهير ده طبعا ده شيء من مش بتضييع وقت، وبرضه لأن التطوير والتنمية ده أحد
اساليب التطهير بشكل غير مباشر. يعني النهارده في تطهير بالسلاح وفي تطهير ايديولوجي وفي تطهير فكري وفي تطهير بالتنميه والاقتصاد. النهارده الجماعات اللي هي المرتزقه دي من ضمن مشاكلها كان مشاكل اقتصاديه. فالتطهير ان جت الحقيقه بيبقى بيشمل اكثر من قناه، منها القناه التوعيه، التوعية الدينية، التوعية الشرعية، التوعية الثقافية، التوعية العلمية، في حاجات كتيرة جدا الناس دي هي وقعت في مشاكل أو تطرفت نتيجة هذه عدم وجود توعية واهتمام بيهم كشباب والعدالة الاجتماعية، اشراكهم في المشاكل. الناس دي ما هو دي ناس بتوع شمال سيناء وجنوب سيناء، دول مواطنين مصريين لازم اشاركوا في خطة التنمية، لازم اخد رأيه في حياته هناك وفي ما غيرش من هويته، بالعكس انا اشجع انه دايما يتمسك بهويته. في حاجات كتير جدا، في مبادئ واسس عامه عند تطوير وتنميه سيناء لازم احطها في دماغي وانا بطور سيناء مع اقليم القناه السويس التنموي. دي جزء لا يتجزا من بعض. يعني النهارده لغايه العين السخنه وجنوب العين السخنه كمان دي مع شباب مع المنطقه كلها بالكامل على ضفتي قناه السويس مع سيناء، ده جزء لا يتجزا مع بعض. اراعي العنصر البيئه، انا عصر ان انا اما اجي ابدا هعمل تنميه في سيناء، مصانع ومناطق تجاره عالميه وتخطيط على مستوى عالمي مش مستوى، يعني لازم ابص بصه ل 100 سنه قدام او 150 سنه او 200 سنه قدام، مش ببص النهارده بعد 10 سنين ارجع اعيد طرق وابني صحارات تاني واعمل شغل. لا، النهارده انا ما بعمل حاجه، ما بيعمل ست صحارات تحت الميه او ست منفاق تحت الميه، ده عدد مش قليل وفي وضغط كبير على الموازنه في حين احنا في ظروف صعبه. لكن النهارده لازم يعمل، يعني ليه؟ لان النهارده اما باجي الطرق نقيضه الحضارات بقى بربط سيناء بمصر كلها، ففي كل ده الرؤيه المستقبليه الصحيحه كعمل عام مهمة جدا لسيناء. براعي ان انا ما اجيش اعمل ابيع مواد خام، لان النهارده ما اجي زي ما حضرتك كنت بتتكلم، لا من مصنع النهارده كامل متكامل من الرمل عندي، العامل من عندي، التفكير التكنولوجيا ممكن استوردها وممكن استورد الراجل اللي هو المفكر، لكن في الاخر يبقى الكلام ده سيادة اللي هو احنا بنقوله من سنين، فما تفهمش برضو ليه ما بتحققش. يعني بدات حقا في مصانع للسيليكون بدا في تخطيط للمصانع، وبدا في منطقه هتبقى صناعيه في وسط سيناء باذن الله للسيليكون، لصناعات الزجاج والسيليكون والشعر الالكتروني والطاقه الشمسيه، الحاجات الطاقه الشمسيه في والاستفاده من طاقه الرياح الموجوده هناك والطاقه الشمسيه كل ده، وكمان تصنيع المرايات اللي هي البانلز بتاع الطاقه الشمسيه. حضرتك شوف سيناء، قلت حضرتك جوهرة او حتة خامة طبيعية ممتازة جدا، نخشى ان احنا ندخل فيها اجنبي لان احنا عندنا استثمارات وعندنا مليارات موجودة برضو موجود. لا، النهاردة الاساس استثمارها يكون مصري 100%. لو احتاجنا تكنولوجيا خبرات ادارة اجنبية ما يمنع، ما فيش مشكلة، ده شوية. لكن لا، ده القدرية يعني اللي خلينا نلم 64 مليار. لا، انا قصدي ما المستثمر الاجنبي يتفتح له الباب بضوابط يعني وقوانين. ما هو هنا عشان ما يجيش اغلط خطأ ان انا النهارده جيت في يوم ما اديت مستثمر اجنبي ما ارضي بدولار على ست سنين كان ب 3 جنيه ساعتها، النهارده بيبيع نفس المتر ده اللي بدولار بيبيعه النهارده ب 10,000 دولار. ما هو 10,000 جنيه هيبقى في البيع، هيبقى حق انتفاع ممكن. يعني الدكتور قال في ضوابط لتملك الارض. ما هو هنا بقى هنا 14 ده، ما هو ده الحاجات اللي احنا فاحنا الاول ابدا بنفسي وانمي واحط البنيه الاساسيه واعمل مرحله، ما اجيش اروح فاتح سينا كلها وابدا اعملها واستثمرها كلها. لا، ابدا مرحله واقف اشوف الدروس المستفاده، اشوف ان انا عملت ايه، حققت ايه، لا انا ممكن اكمل بنفسي او استعين برضه بمستثمرين، وابدا مرحله ثانيه وهكذا مرحله ثالثه. ما اعملش زي ان انا اروح بايع كل حاجه عندي وارجع بعد كده اندم طول عمري. لا، ما حدش اتكلم عن البيع خالص يعني. لا، هو حصل قبل كده. اتكلمت في امتى؟ لا ما كان بضحك فيش لا حصل في عندنا مرسى علم كلها باعت كل اراضي يعني من اقوى واجمل اراضي الغطس في العالم اتباعت بملاليم
والنهارده مش قادرين يعني خلاص بقتش بتاعتنا، بقت بتبيع هو بيتبيع ويتحكم فيه. اتردد في التجمع الخامس ما شاء الله بارقام بقت بملاليم، كنا بنبيع بملاليم وقلنا بدعوه ان احنا بننمي لسه. طب ما انا ما بيعش ملايين امتار مربعه، هبيع جزء واقف وعلي بعد كده وبيع جزء وعلي. النهارده المتر اللي انا بيعه برضه ب 15 20 جنيه ولا 30 جنيه اللي كنت ببيعه كده، النهارده ب 30 و 40000 جنيه انا بشتريه المصري. انا عايز اطمن حضرتك في الحته دي، اولا مرسى علم، عن مرسى علم او اي منطقه البيع للاجانب لا يجوز لاي اجنبي في مصر يشتري اكتر من 2000 متر. لكن هو بيشتري ازاي؟ بيشتري بشبكه بكيان قانوني، شبكه مساهمه مصريه دي بتبقى خاضعه للقوانين المصريه، بيشتري بيها حتى لو هو يملكها كلهم اجانب، ملاكها او اصحابها كلهم اجانب، بيشتروا بيها مناطق او اراضي مرسى علم او مناطق في العين السخنه او في منطقه اي منطقه. لكن في الاخر هذه شبكه كيان قانوني، انا متحكم فيها بسجل تجاري، ممكن الغيه بكره واعمل محو للسجل واقفل السجل ولا مش من هنا. مش اللي يملك يملك الشبكه الكيان القانوني وليس الشخص. الكلام لجنب. تقريبا سياده اللواء عايز اعقب عليه. قول والله احنا وقعنا في اخطاء كبيره جدا وعند التحكيم الدولي بنخسر كتير قوي 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 قوي، لان احنا مندفعين في 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 اتخاذ القرارات اللي هي زي كده وبنفكرش مره واثنين وثلاثه. بس على الاقل دلوقتي حضرتك قلت قانون يا فندم من دلوقتي قانون 14 سنه 2012. طيب ده موجود يعني ده بالنسبه لسيناء، ممنوع تملك الاراضي الا للمصريين من ابوين مصريين، يعني مصر ابن مصر. الحمد لله كويس ان في القانون ده كويس يعني وقف، لكن انا بتكلم على مستقبلا برضو يكون حجم المشاركه والمساهمه الاجنبيه لحد ما مقبوله ومحدوده لحين اللي انا محتاجها، سواء خبرات سواء، لكن لما اكون عندي القدره ان انا ادعم وانا اشارك واساهم انا في مشاريعي ده احسن لي وخلينا العائد كله هيجي لي. هنا ممكن يكون راس المال العربي هو البديل يا دكتور عبد المنعم، بخصوص ان احنا عندنا يعني احتياطات نقدية عربية تقدر بتريليونات الدولارات طبعاً. بس استثمارها بس ما تعرفش بقى هل عندهم يعني إرادة بقى عربية لدعم مصر. خلينا نقول احنا محتاجين مع الخطط الموجودة لتنمية سيناء، اولا تنمية سيناء لم تعد رفاهية، احنا محتاجين فعلا تنمية حقيقية داخل سيناء وتوعية ثقافية. يعني نحزن عندما نقول ان شمال سيناء لا يوجد فيه او لم يتم بناء حاجة قص ثقافة، لم يتم، لا يوجد سينما في شمال سيناء كلها، ده من سنة 82 مش من النهارده، يعني ما مش اتبنت وتهدد من سنة 82 حتى هذه اللحظة مفيش قصر ثقافة، وزارة ثقافة واحد هناك عملت أوضة كده وسميته قصر الثقافة. فده بيديك الفكر المتطرف اللي كان موجود، ليه؟ لا في أصول ثقافة ولا في تعليم صحيح ولا في سينمات ولا في فكر ارتباطي بالوطن، لا كانت حياة بدوية رعوية داخل سيناء. احنا لما نتكلم النهارده على سيناء، لا انا بعتقد ان الاستثمار المصري ورجال الاعمال المصريين هو المنوط بيهم مع القوات المسلحة مع الحكومة، لان الحكومة في بتستهدف سنويا مبلغ من الاستثمار. دول هتقنعهم ازاي؟ يعني انت عندك شاهد، هقول لك اقنعهم ازاي، انت عندك شاهد كاشف يعني صندوق تحيا مصر تمام، الرئيس السيسي لما بدأ ياخد الخطوة فيه وبوح صوته لفكره التبرع ليه، واكيد حضرتك متابع. لا ما هو التبرعات مش هتبني الدول، بس هقول لحضرتك، لا انا قصدي انه عندنا يعني نموذج يعني فكره القناعه انه هو يروح يستثمر او يسند في مشروعات تنمويه. ما احنا قلنا بقى قلنا يروح يستثمر، وعندنا نموذج لرجل اعمال اسمه حسن راتب عنده استثمارات كثيره جدا، بس ده متواجد من زمان، بس داخل سيناء شمال سيناء، شمال سيناء تحديدا عنده. انا قصدي ده واحد متواجد، بس ده النموذج الاشهر، لكن في غيره موجود. لكن عشان انا ادخله سيناء لازم يكون عندي في حزمه من الاجراءات. يعني انا لو جيت قلت والله المشروعات اللي هتقام داخل سيناء معفاه من الضرايب لمده 10 سنين، لو جيت قلت والله السلع والالات والمعدات اللي هتخش المشروعات في سيناء معفاه من الضريبه والجمارك والرسوم، لو جيت قلت لو اديته حزمه باكج كده قلت له والله خش بده ودعم هذه المشروعات، لا هيخش، لان فرص التنميه هناك حقيقيه داخل سيناء. ارض بكر ارض موجوده في وسط العالم، الخطوط التواصل والمشروعات الطرق والكباري اللي بيتم عملها والانفاق، انا بربط سيناء بالعالم كله، بربطه بكافه محافظات مصر، هيبقى العماله والايدي العامله اللي موجوده في بورسعيد والسويس والاسماعيليه ودمياط والدقهليه هتنتقل
هناك بخطوط سريعه او بوقت زمني قصير جدا، فده هيساعد اكتر في وجود تنميه حقيقيه. طيب. لما نبدا بنفسنا بالدوله المصريه بالحكومه بالمستثمرين هيجي لنا المستثمر العربي هو اللي هو اللي يطلبنا. طب في الختام يعني تعقيب من حضرتك مساك اللي هو انه ربما يعني بعض الشباب بطبيعته الاستعجال ممكن يكون بيسمع كلام حضرتك وبيسمع كلام سيادة اللي هو يقول لك فين المردود ده، يعني انا المشاريع اللي حضرتك عمال تتكلم عليها والاخر الكام وحده سكنيه اللي تم انشائها في وسط في راس سدر او الى اخر كل هذه المشروعات، ما يعني دلوقتي مردود الكلام ده عليه ايه في حياته اليوميه سواء الشباب او الناس العاديين؟ هل ان هو يسال ده دلوقتي السؤال ده ولا مثل هذه المشروعات محتاجه بعض الصبر؟ يعني الهدم دايما اصعب من البناء، البناء بيحتاج وقت، الهدم سهل جدا. لما يكون منطقه يعني تم الاهمال فيها لمده 30 سنه تم الهدم فيها في 4 سنوات ماضيه، لما اجي ابدا ابني ما ينفعش ابني النهارده كل حاجه. انا معيش يعني ما فيش عصا موسى او العصا السحريه للبناء الدوله ككل، لكن احنا بنتكلم انه هذه المشروعات اللي بتضاف على سيناء هتحمي الاجيال القادمه، هتكون هي ذراع الدولة الاقتصادية والذراع الآمن لاقتصاد وتنمية حقيقية داخل سيناء ولمصر ككل. جملة برضو سيادة اللواء في السياق ده. دلوقتي سيناء يعني بتعتبر منتصف العالم زي ما الدكتور قال، ودي حقيقة واقعة، وعلى أكبر ممر مائي في العالم هيتطور وهيتطور أكثر من كده إن شاء الله ويتحمل السفن العملاقة إن شاء الله بإذن الله. فدي تعتبر من أكبر مناطق التجارة الحرة العالمية اللي مفروض ان احنا نستغلها احسن استغلال، ودي عائدها اكبر واسرع بكثير جدا من حاجات كتيره في احنا بنشتغل فيها. في حاجات طبعا فاحنا مفروض نركز في هذا الاتجاه، بالاضافه طبعا للمشروعات اللي هي الصناعيه اللي بتستغل الخامات الطبيعيه بتاعه سيناء ان شاء الله. اشكركم شكرا جزيلا سياده اللواء مجدي شحاته من ابطال حرب اكتوبر والمحلل السياسي والعسكري، شكرا جزيلا لك. خلاص شكرا لك دكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي رئيس مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه. شكرا جزيلا لك دكتور. اشكركم مشاهدينا في ختام هذه الحلقه، غدا ان شاء الله حلقه جديده معكم مع الناس، الى اللقاء.